القاهرة. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح النور يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023. يمكن الخبر الأبرز لكل المتابع للأخبار السياسية تحديدا هو زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس يعني جمهورية مصري يزور أنغولا تحديدا، ضمن أو في مستهل جولته الإفريقية اللي يمكن بتشمل زامبيا وموزمبيق. وده بيأكد أن مفيش شك أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو ركزت على بناء شراكات خارجية مع كل القوى الدولية بشكل في نوع من الاتزان، وأصبحت قوة إقليمية. القوة دي بتتحكم في رسم سياسات المنطقة وبتحمي مصالحها في أي مكان، وده من خلال تعزيز وكمان ترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليميا واستعادة مكانتها الدولية. ويمكن ده بسبب رؤية القيادة السياسية الواضحة للحقائق الدولية والإقليمية، وكمان التفاعل المباشر، التفاعل الواضح على المستوى الرئاسي مع كل القضايا اللي بتمس المصالح المصرية. ويمكن هنا في الفترة دي تحديدا منا فترة العشر سنوات منذ ثورة 30 يونيو شفنا الدور الإقليمي الرائد لمصر، شفنا ازاي مصر كانت رقم فاعل في كل المعادلات السياسية الخارجية تحديدا سواء كانت إقليمية أو دولية. في نهج كده بتنتهجه دايما الدبلوماسية المصرية عادة، فكرة ان الدبلوماسية المصرية دايما لها طريقة كده، قرار التعامل بيكون دايما قرار وطني خالص بينبع من المصلحة الإقليمية والمصلحة الدولية لمصر، بالإضافة لحرص مصر الشديد الدائم على استقلالية الدول والجنح للسلام. ولكن في نفس الوقت دايما بيبقى فيه تركيز على التعامل الخارجي ودور مصر الرائد. الدور الإقليمي لمصر بعد 30 يونيو برز بشكل كبير جدا، خصوصا أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص في صياغة السياسة الخارجية على مبادئ ثابتة وواضحة جدا للمجتمع الدولي. المبادئ دي بتدعو للاحترام المتبادل، المصلحة المشتركة، البنى والتنمية. ده طبعا بالإضافة لمبنى المبدأ مهم جدا هو الحفاظ على حدود الدول ووحدة أراضيها، بعيدا عن التقسيم والتفتيت اللي احنا شايفينه ابتدى يحصل في المنطقة. يمكن يا منة اللي بيأكد كلامك كمان ان كان نهج الدبلوماسية المصرية هو نهج ثابت منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في جمهورية مصر العربية، وكان النهج ده دايما بيقول عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، الحفاظ على حدود الدول. لما بنيجي نتعامل بنتعامل مع المؤسسات اللي موجودة في هذه الدول، وإذا كانت هناك دول تعاني من صراعات لابد أن يكون الحل نابع من أهل هذه الدول.
الدول. ويمكن وخلال السنوات اللي فاتت تحديدا مصر حصدت ثمار سياستها الخارجية المتوازنة، وهذه السياسات التي تتمتع بقدر كبير جدا من الاتزان وعدم يعني قيام علاقات أحادية الطرف، لا لازم تكون هذه العلاقات مبنية على التعاون المشترك، المصالح المشتركة، وقدرنا ان احنا نجني ثمار هذه السياسات من خلال الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن تحديدا، وكمان ترأس مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن. ويمكن هنا دايما لما يعني ترأست مصر هذه اللجنة تحديدا كنت بتذكر كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما كان بيقول ان مصر كانت في وقت من الأوقات بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم، كان عندنا يعني إرهاب ويمكن كان بيصدر لنا من كل الدول في وقت من الأوقات، لكن مصر قدرت اللي هي تنجح فعلا في التصدي لهذا الإرهاب وضحر الإرهاب. قدرت كمان مصر خلال يعني هذه السنوات تقدر اللي هي تجمع ما بين عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، وشفنا مصر وهي بتنظم كوب 27، شفنا كمان اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019. ويمكن تحديدا الاتحاد الإفريقي يمكن احنا كلنا عارفين ان اثناء الثورة وبسبب تعنت من عدد من الدول تم سحب عضوية مصر من الاتحاد الإفريقي، لكن سرعان ما قدرنا ان احنا الدبلوماسية المصرية اللي هي تعود سريعا للقارة الإفريقية وترأس الاتحاد الإفريقي. في برضو طفرة كبيرة حصلت، انتقلت مصر من مرحلة التأثير المتنامي أو مرحلة النشاط المتنامي لمرحلة التأثير النوعي الحقيقي اللي ابتدى يحصل، وده طبعا حصل وشفناه في أفريقيا. مصر نجحت في أنها تبقى دولة قائدة ورائدة أو تعود كدولة قائدة ورائدة في محيطها الإقليمي، بالذات في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى الدفاع عن مصالح أفريقيا بيأتي في صدارة سياسة مصر الخارجية، اللي طبعا بتقوم بدور فاعل في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، وكمان بتنشط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كل المجالات، بالإضافة طبعا لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل دعم التنمية في القارة السمراء، دعم الاستقرار، السلم والأمن في كل الدول الأفريقية. يمكن النهاردة هنكون بنتكلم عن حصاد 10 سنين من الدبلوماسية المصرية. خلينا نشوف إيه اللي حصل وإزاي الوضع تطور وإزاي رجعنا تاني بنؤثر وبقين رجعنا تاني كقوة فاعلة في المنطقة، وميزان القوة رجع يتوزع تاني بشكل مختلف في مختلف العالم. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. يمكن الشغل الشاغل دلوقتي والحديث المتبادل ما بين كل المصريين هو فكرة الطقس بكرة هيبقى عامل ازاي. يعني قبل ما بننام بنصحى بنكلم بعض، يا ترى الطقس بكرة هيبقى ايه اخبار، والجو هيبقى حر تراب ولا لسه في ارتفاع موجة الحر، تراب تراب تراب. ويمكن كمان الارصاد احيانا بتقول لنا ان هيبقى فيه هطول امطار، وده يمكن حاجه كانت غريبه يعني في عز هذا الشهر وتلاقي فيه امطار، فده التغيرات المناخيه. عشان كده خلونا نروح لهاله الحملاوي ونعرف من هاله اخر اخبار الطقس وكمان المرور. صباح الخير يا هاله. صباح الفل يا عبد الصمد، صباح الخير يا منى، صباح الفل. انا بحب الحر، صباح الخير. انا بحب الحر بس مش التراب ابدا، مش للدرجه دي، انا بحب الجو المعتدل المنعش بتاع البلكونه بالليل ده يعني الصيف. طمنينا وطمني الساده المشاهدين بقى النهارده دكتوره منار هي اللي هتقول، بس احنا يعني في ملخص النشره الجويه، لا هو زي ما انتوا قلتوا كده في متوقع امطار وتراب، بس تراب زي المره اللي فاتت لا ما نعرفش، هنسالها. على العموم خلونا نستعرض الاول مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي مكمله لحد ميدان العباسيه، هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطه وغير مؤثره. لو كملنا لحد ما نروح كوبري جلاء هنلاقي هناك سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه، عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. كمان ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، والأمر كذلك على كوبري المطارية للقادم من الكابلات.
تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نروح الجيزة عشان نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. وطبعا لسه هنكمل في شارع الهرم الرئيسي، وهنشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل وبعض الكثافات في شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات أيضا للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن للمتجه إلى الدائري وصولا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. وكمان ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. اللي رايح بقى المهندسين ومتجه لأكتوبر، في سيولة مرورية كبيرة على المحور. بتظهر بعض الكثافات البسيطة على محور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر، وتستمر لحد ميدان لبنان. تعالوا كمان نروح لمحافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي هناك كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة لحد شارع المعلمين، بس بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي فيه سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لمحافظة الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة، هناك هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة بسيطة جدا، هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. هنروح لطريق أحمد أبو زيد، هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. خلصت نشرتنا المرورية، ونستعرض قدام حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة زي ما عبد الصمد ومن قالوا على كافة الأنحاء، الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، هتكون مثيرة للرمال والأتربة. في كمان فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، أمطار خفيفة أيضا على السواحل الشمالية الغربية، هتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية، وأمطار خفيفة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مطروح 24 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين بنبدأ بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس. يمكن أهم ما حدث بالأمس هو حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني صحة إفريقيا، وقال سيادته إن مصر حريصة على نقل كل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية في القطاع الطبي. وكمان يمكن امبارح وجه السيد الرئيس وصول العاصمة أثناء وصوله إلى العاصمة الإنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور إنجولا، وده في مستهل جولته اللي بتشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. نروح على صعيد مجلس الوزراء، امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ويمكن زي ما احنا عارفين كان في اجتماع برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 من الشهر اللي فات، وأصدر عدد من القرارات يمكن فيما يخص قيود تعديل الشركات وتخصيص الأراضي وأيضا المشاكل المتعلقة باستيراد مستلزمات الإنتاج. امبارح تابع دولة رئيس الوزراء هذا الأمر وتفعيل هذه القرارات التي اتخذت، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار. وكمان المنطقة الغربية العسكرية نظمت لقاء، هذا اللقاء كان مع عدد من شيوخ وعواقل مطروح. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. أه
أخبار كثيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني صحة أفريقيا، وقال سيادته إن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الأفريقية، وأن تلعب مصر دورا إيجابيا في هذا الموضوع. وقال أيضا إنه خلال أيام وأسابيع قليلة هنحتفل بإعلان مصر خالية من فيروس سي طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وامبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. هذه الجولة بتأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية. وامبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فيما يخص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة. وأكد رئيس الوزراء أن الشق التشريعي يعد ركيزة رئيسية لأي جهود تبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وامبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للسماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأونلاين للتقديم بالجامعات المصرية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على عدم قبول الطلاب المصريين الدارسين بنظام الأونلاين بالجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية للتقديم بالجامعات المصرية سواء الخاصة أو الأهلية، حيث لا يعتد بهذا النظام ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي، وأكد أنه بيتم قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وده وفقا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في التواصل ودعم المجتمع المدني، نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل وأبناء محافظة مطروح. تناول اللقاء الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة والمواطنين لدعم جهود الأمن والتنمية في نطاق المسؤولية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في كافة القطاعات. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعاً للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وبالنسبة لأخبار المحافظات، امبارح تم الإعلان عن إجراء المسح السمعي ل 415 ألف طفل حديث الولادة ضمن المبادرة الرئاسية. خلينا نروح كمان لمحافظة الدقهلية اللي تم فيها امبارح الكشف على 2066 مريض في قافلة علاجية. أما في محافظة المنوفية فتم تركيب 142 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب. ماذا يحدث في باقي محافظات الجمهورية؟ هو ده اللي احنا هنعرفه من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحيرة تم الإعلان عن إجراء المسح السمعي ل 415 ألف طفل حديث الولادة بنطاق المحافظة، وده منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض ضعف وفقدان السمع لحديث الولادة وحتى الآن. في مطروح أعلن مجلس ومدينة سيوة أنه تم الاتفاق على أن تكون قيمة تذكرة الكشف خلال الفترة الصباحية أو المسائية 5 جنيه، ولا يتم تحصيل أي رسوم إضافية سواء للأدوية أو المحاليل أو الحقن، بجانب أن تكون جميع حالات الطوارئ وحالات الأنيميا المنجلية والحوادث والسموم ولدغات العقارب والثعابين بالمجان.
فأسوان أعلنت المحافظة أن نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرية العتمور إبلي بمركز كومامبو تشهد ارتفاع ملحوظ بنسب تراوحت ما بين 65% وحتى 85%، وتضم مشروعات إنشاء محطة للرفع وتنفيذ شبكات وخطوط للطرد والانحدار والوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تركيب 142 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب، ودي هتساعد في توفير كمية المياه المستعملة من 30% لـ50% من قيمة الفاتورة على مدار الشهر. في جامعة بورسعيد هيتم افتتاح مركز الجامعة للاختبارات الإلكترونية قريباً في بور فؤاد. بيضم مركز الاختبارات الإلكترونية 2000 جهاز حاسب آلي، وستجري الاختبارات وأعمال التصحيح إلكترونياً بنسبة 100%. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية قلبشو مركز بالإس، وتم توقيع الكشف على 2066 مريض وفي مختلف التخصصات وتوفير العلاج بالمجان. في المنيا تم الإعلان عن إنشاء 3 مدافن صحية للمخلفات ومحطة وسيطة ثابتة، بالإضافة لمحطة متحركة في سملوط وزاوية حسين بمركز المنيا ودير مواس وملاوي، وده بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وبيبلغ حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 300 مليون جنيه تقريباً، ده بجانب مصنع تدوير المخلفات بقرية تونة الجبل التابعة لمركز ملاوي. موجودين معكم النهاردة على مدار 3 ساعات إن شاء الله مشاهدينا، خلينا نروح لفاصل سريع ونستكمل باقي حلقتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. في النهاردة نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، هتكون مثيرة للرمال والأتربة. في كمان فرص ضعيفة الأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، هتكون رعدية أحياناً على مناطق من الصحراء الغربية. كمان في أمطار خفيفة رعدية على حلايب وشلاتين. وخلونا طبعا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بكيف عندك. أهلا بحضرتك. يمكن يعني في النهاردة أتربة، رياح، أمطار على فترات متقطعة. إحنا بس الأول عايزين نعرف حالة الجو إيه، وهل الأمطار هتكون شديدة ولا هتكون خفيفة؟ هو طبعا إحنا بداية من اليوم هنبدأ نلاحظ تغير في الحالة الجوية عن الأيام الماضية. تبدأ كتل هوائية صحراوية تأثر علينا، فهيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، نشاط الرياح المثير لرمال وأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتوصل ل 35 درجة مئوية، فبالتالي هنحس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية. شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. فترات الليل أيضا هنحس إن درجات الحرارة بدأت ترتفع، لأن الصغر فترة الليل هتكون 25. اوكي. طيب الرياح المثيره للاتربه يا دكتوره منار هتكون زي الكام يوم اللي فاتوا ولا هتكون اقل شويه؟ لا، هو النهارده ان شاء الله نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه هيكون في اقصى الغرب، لان المنخفض الجوي تاثيره اكثر في الصحراء الغربيه اليوم، فهيكون في نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه على غرب البلاد مطروح السلوم سيوه، ممكن يؤدي لانخفاض وتدهور رؤية أفقية في الصحراء الغربية. مع غدا إن شاء الله المنخفض الجوي يبدأ يتقدم للمناطق الداخلية، فيبدأ يأثر غدا الخميس هتكون ذروة الحالة الجوية. يبدأ يأثر بأتربة ورمال مصارف أغلب المحافظات الشمالية، سرعات رياح تتجاوز 45 كيلومتر على الساعة، فهيبقى فيه أيضا انخفاض وتدهور رؤية أفقية في معظم المحافظات الشمالية، وخاصة على الطرق الصحراوية والطرق السريعة والأماكن المكشوفة. إن شاء الله تكون الشدة أقل من اللي حصلت المرة اللي فاتت، لكن المرة دي أيضا الشدة قوية في بعض المحافظات، لأن كمان هيكون غدا الخميس في سحب رعدية موجودة في بعض المحافظات. السحب الرعدية بيكون معاها رياح
هابطه وهبات للرياح السريعه ممكن تزود سرعات الرياح فتؤدي لمزيد من تدهور الرؤيه الافقيه واللي ممكن معاها توصل لحد العاصفه، لكن اقل من اللي حصل في الاسبوع الماضي. النهارده ان شاء الله الاجواء يعني لسه ما مش هيحصل فيها حاجات كثيره لان الاتربه والرمال المطره موجوده في غرب البلاد، مش هنحس بيها بالشكل الكبير على اغلب المحافظات الموجوده في الجمهوريه. النهارده كمان متوقع يكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه، هتمتد فتره المساء لمحافظات الوجه البحري وهتصل للقاهره الكبرى اليوم امطار خفيفه، وهتكون رعديه على بعض الاماكن من وسط الصعيد، بعض الاماكن اللي موجوده في حلايف وشلاتين، وبعض الاماكن كمان من الصحراء الغربيه، لكن في مجملها مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ناكد ان غدا هي ذروه التقلبات الجويه، ارتفاع منخفض في الحراره وعظمى على القاهره الكبرى توصل ل 39 درجه مئويه، نشاط رياح المثير للرمال والاتربه في اغلب المحافظات الشماليه وخاصه الاماكن اللي هي في الصحراء بشكل كبير، سرعات رياح هتكون عاليه بالاضافه طبعا لفرص الامطار اللي هتكون متفاوته الشده معانا غدا ان شاء الله. فمهم جدا ننصح كل الساده المشاهدين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره مع سرعات الرياح العاليه، نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاناره المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه. مهم كمان مع انخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق، لان انخفاض الرؤيه ممكن توصل ل 1000 متر، يعني هيبقى في تدهور كبير على الطرق الصحراويه يعني، فمهم جدا تكون السياده بهدوء تام. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه بقدر الامكان لو احنا نقدر ناجل مشاورنا غدا الخميس ناجلها، لان الاتربه والرمال المطره هتبقى موجوده بالشكل الكبير. ومهم كمان ان احنا نتابع التحديثات اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه بشكل يومي، لان وارد يحصل تغير في سرعات الرياح فنقدر الحاله تزيد او تقل. مهم جدا النهارده كمان نتابع التحديثات اللي احنا بنصدرها مع منتصف اليوم. طبعا يا دكتور نصائح مهمة جدا، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، أيضا نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 35-25، الإسكندرية 30-24، العلمين الجديدة 29-24، مطروح 24-20، ودمياط 29-23، بورسعيد 27-22، والإسماعيلية 36-23. نروح للسويس، العظمى هناك 34 والصغرى 25، أما في العريش فالعظمى 28 والصغرى 22، كاترين 28-16 وطوبة 32-22، حلايب 32-28، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 38-28 والغردقة 36-26. في الفيوم العظمى 38 والصغرى 27، وفي بني سويف هتكون 39 هي درجة الحرارة العظمى والصغرى 27، وادي الجديد 43 والصغرى 30، أما في أسيوط 41-29، سوهاج 42-28، وقنا 43-29، الأقصر 43-28، وأسوان 44-31 هي الصغرى. دي كانت النشرة الجوية المفصلة. هنرجع دلوقتي مرة تانية لعبد الصمد ومنا ونتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. عودة ليكوا تاني يا عبد الصمد ومنا. بنشكرك يا هلا يعني على السرد ده، وربنا يسلم من الموجة الحارة دي، وطبعا الشكر موصول لدكتورة منار غانم. شكرا شكرا. ودلوقتي جمعنا مع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 31 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إجراء الكشف الطبي على معاوني النيابة الإدارية المعينين، وده هيكون في مقر هيئة النيابة الإدارية في 6 أكتوبر. النهاردة هيقام بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بصالون الأوبرا الثقافي ندوة وأمسية شعرية وفنية بعنوان أمسية الأوبرا الشعرية. هيشارك بالندوة والأمسية الشعرية مجموعة من الشعراء المصريين والعرب. النهاردة هيعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمر صحفي الساعة 4 العصر بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 ل 18 يونيو الجاري.
وبيستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار قبل خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من نفس الشهر. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع المصري الساعة 7 مساء، والساعة 9:30 بالليل هتكون مباراة سموحة وسيراميكا. الأسبوع اللي قبل اللي فات أنا كنت موجود في مدينة سلام شرم الشيخ، وفي الحقيقة يمكن منا كنت سعيد أول ما نزلت سوهو سكوير هناك، شفت يعني حالة عاوز أقولك تخليكي تدعو للفرحة وتدعو للبهجة. كل الجنسيات اللي موجودة من السياحة موجودة في شرم الشيخ، وبالمثل أيضا موجود، واللي أنا عرفته يعني من خلال إجراء عدم من التلفزيون أن برضو كذلك الأمر في البحر الأحمر، في الغردقة، في كل بصي المحافظات اللي ليها طابع سياحي مليئة بالسياحة، فده أو مليئة بالسياح. وده بيأكد حاجة واحدة، بيأكد أن في مجهود كبير قوي حصل في قطاع السياحة الفترة اللي فاتت، وكان نتيجة هذا الجهود أن مصر قدرت اللي هي تستقبل في الخمس شهور اللي فاتوا أكتر من 7 مليون سايح، وفي شهر إبريل لوحده يمكن استقبلنا تقريباً بنتكلم فيه 1,350,000 سايح، وده أكبر معدل سياحي يمكن يحصل في تاريخ مصر. لو فاكرة يعني من سنين فاتت كده كنا بننزل مدينة السلام من 3 أو 4 سنين كان بيبقى فيه نوع من أنواع الركود، كان البياعين هناك بيعانوا، النهاردة بقى عندنا انتعاش، كان في حتى مبادرات كتير بتدعو لدعم البائعين هناك، لأن كان فعلا الإيجارات هم مش قادرين يسددوها من كتر ما كان في سياح موجودين في الفترة دي. يمكن الوضع الأمني بعدها كورونا وكان في لخبطة كتيرة جدا، صحيح. أو في يعني ما كانش فترة استقرار بالنسبة للسياحة، لكن أعتقد أن في تطور كبير في الحركة السياسية في مصر، وده نتيجة حزمة قرارات اشتغلت عليها الدولة الفترة اللي فاتت، زي مثلا التوسع في إصدار تأشيرات للأجانب، التعاون مع شركات الطيران في أنهم يعملوا حملات تسويقية لمصر، أن يحصل تحفيز لشركات الطيران اللي ممكن ده يقدر يخدم أو يساعد أو يدعم احتياجات القطاع السياحي. خلينا طيب نشوف تقرير عن الوضع السياحي وحزمة القرارات اللي دعمت في تغيير الوضع السياحي، ونرجع تاني نكمل الحلقة. طفرة غير مسبوقة شهدتها السياحة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية، حيث استقبلت مصر 1,350,000 سائح في شهر إبريل، وفي الخمسة شهور الأولى من العام الجاري وصل عدد السائحين إلى 7 ملايين سائح. وتستهدف الدولة استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري و20 مليون سائح العام المقبل. هذه الأرقام والإحصائيات كشفت عن حجم الجهد المبذول من جانب الدولة للارتقاء بملف السياحة المصري، فقد قدمت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التيسيرات التي انعكست على تحسن مؤشرات السياحة، منها التوسع في إصدار التأشيرات للأجانب، والتعاون مع شركات الطيران في إجراء حملات تسويقية لمصر، وتحفيز شركات الطيران بما يخدم احتياجات القطاع السياحي. الحركة السياحية في مصر تطورت نتيجة عدة مميزات، أولها موقع مصر الجغرافي المميز وتمتعها بالأمن والاستقرار ومقاصدها السياحية المتنوعة ما بين شاطئية وثقافية، فضلاً عن امتلاك مصر شبكة طرق على أعلى مستوى تسهل انتقال السائحين بين المقاصد السياحية، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية والسياحية التي أشاد بها العالم خلال السنوات القليلة الماضية. يمكن ما فيش شك زي ما بقول لكم أصبح عندنا حالة من حالات الانتعاش في قطاع السياحة تحديدا، وده بفضل حزمة من القرارات والإجراءات اللي عكفت عليها الدولة خلال الفترة اللي فاتت، وقدرنا بيها ان احنا نغير شكل ونمط يعني جذب السياح إلى مصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ علي غنيم عضو المجلس المصري لاتحاد الغرف السياحية. صباح الخير يا أستاذ علي. صباح الخير يا أستاذ علي، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك أستاذ علي. بنتكلم على 1,300,000 سائح موجودين على أرض مصر، إزاي شايف هذا الرقم وانعكاسه بقى على انتعاش السياحة المصرية؟
حضرتك عارف ان مصر طبعا تمتاز بمقومات سياحيه عظيمه جدا. صحيح. تاني حاجه، المقومات السياحيه المصريه هي فريده من نوعها. نعم. بمعنى ان مفيش حد عن في حوالينا او في العالم يقدر ينافسنا، لان احنا نمتلك شيء لم يمتلكه الاخرين، وخصوصا السياحه الثقافيه والشواطئ الممتازه بفنادقها وشوارعها وطرقها. نعم. جداً. فبالتالي احنا عندنا مقومات سياحيه فريده من نوعها، وربنا وهبنا طبعا جو عظيم جدا طول السنه، فبالتالي احنا عندنا مقومات تجذب جميع السياحه العالميه. والتاني وان كان الجو فيه كلام اليومين دول يعني يا استاذ علي، بس اتفضل. نعم. وان كان الجو اصبح فيه كلام اليومين دول بسبب التغيرات المناخيه يعني. ما مش هذا الجو طبعا لا يؤثر، لانه طبعا حاجه يعني وقتيه، ولكن احنا نمتاز بالجو في مصر على طول السنه جو ممتاز جدا، ويستطيع السائح انه يتمتع بالمقومات السياحيه في ظل هذا الجو الجميل الممتاز الطبيعي. احنا تاني حاجه بقول ان المقومات السياحيه الممتازه جعلت من مصر مقصد سياحي فريد في العالم، واولا الاخيره قامت الحكومه بتسهيلات قوية جدا جدا، يستطيع أي سائح أو معظم السياح أن تأتي إلى مصر دون احتياجها إلى سبق فيزا، ولكن ممكن الحصول على فيزا عند وصولها إلى المطارات، وده تسهيل قوي جدا جدا وتشجيع لعدد السياحة نستاد بالمعدل الطبيعي اللي احنا وصلنا ليه الحمد لله. فبالتالي كل المقومات زائد الخدمات زائد التسهيلات التي اعطت اخيرا من جانب الحكومه، ده ادى الى الطفره القويه اللي احنا شاهدنا في على ارض الكنانه. وبالتالي دي حاجه مهمه جدا، حضرتك عارف ان بعد ازمه الكورونا طبعا كانت هناك عوائق لوجود سائح على ارض الكنانه بعد ازمه الكورونا، وان شاء الله الحمد لله انها طبعا خلصت بسلام. بدات السياحه تبذو المقصد السياحي الممتاز. ليه بقى؟ لان احنا كدوله او موقع ممتاز جغرافي قريبين جدا من البلاد الاوروبيه التي تصدر اكثر من عدد سياح الى مصر، وبالتالي الاخره بتسبيق بالمقاصد الواعده زي جنوب امريكا اللاتينيه والفار ايست الشرق الاقصى. فبالتالي احنا زدنا من المصادر السياحيه التي تصدر السياحه الى مصر، ودي كل دي هذه العوامل ادت الى الرقم الموجود. ولكن طيب الرقم الموجود ده من المتوقع انه او في كده امل ان هو يوصل ل 15 مليون سائح خلال الفتره القادمه، هل الرقم ده احنا مسؤولين او كمسؤولين عن صناعه السياحه المصريه راضين عنه؟ هل بنطمح له ولا لا احنا باصين له كخطوه علشان نقدر نعلي عليه بعد كده؟ والله احنا طبعا احنا دي خطوه ايجابيه ان احنا نصل لهذا الرقم 15 مليون، ان في الاونه الاخيره طبعا قبلنا وصلنا يعني في 10 مثلا كانت الذروه السياحيه وصلنا الى حوالي 13 مليون او 12 مليون سائح. النهارده بنوصل بعد الازمات كلها دي الحمد لله، وان احنا انتهينا من هذه الازمات طبعا نصل الى 15 مليون سائح. ده طبعا رقم عظيم جدا، والسنه الجايه هنقفز الى عدد اكبر الى 20 مليون. ولكن ليا تعليق هنا في هذا، احنا لابد ان نستغل هذه الطفره السياحيه، ان الطفره السياحيه هتساعد لان احنا نطلع من عمق الغلاء او المشكله الاقتصاديه وهي توفير الدولار. وبالتالي انا بقول لوزاره السياحه هناك ما زالت حرق اسعار في المقصد السياحي والاسعار التي معلنه للجميع في العالم بره. حضرتك عارف ان الاسعار دي معلنه على من خلال الشركات السياحيه اللي بيع المقصد السياحي، فبالتالي هذه الاسعار رخيصه ولا تلائم المقصد السياحي. احنا ممكن نبيع المقصد السياحي زي ما كنا بنبيعه زمان، نبتدي باسعار طبعا تلائم المقصد السياحي وتساعد في زياده الدخل القومي وتساعد كمان. استاذ علي، هو حضرتك بتقول احنا ممكن نبيعه زي ما كنا بنبيعه زمان،
ايه العائق هنا وليه اتغير السعر من النهارده عن ايام زمان؟ هقول لك لحضرتك ليه؟ لان احنا اذا كنا بنبص للكم ليس الكيف، هذا خطر في التسويق السياحي، وهذا يرجع الى وزاره السياحه. وزاره السياحه لابد ان تاخذ موقف حازم لمن يبيع المقصد السياحي باقل من التكلفه، لان المقصد السياحي فريد من نوعه زي ما قلت لحضرتك، وبالتالي ممكن ان احنا نبيعه بالسعر الذي يلائم هذه المقومات. ثاني حاجه احنا محتاجين الدولار، وبالتالي احنا ممكن نقذف قذفات اكثر من 15 مليون وبالتالي من 15 مليون باسعار تلائم من انا اديك مثلا سعر مثلا البرنامج بالطياره بكل 7 ليالي مثلا بيتكلف $1000 مثلا، بيتباع حوالي $600، هل اين الفرق؟ فهنا لابد من موقفه حازمه من وزاره السياحه على من يبيع المقصد السياحي بهذه الاسعار. صحيح، وهي الفكره بس مش من وزاره السياحه، لان احنا خلاص احنا تعودنا في مصر الجمهوريه الجديده بتتضافر كل الجهود، ما فيش حد بيعمل او بيشتغل بشكل منفرد، لابد من تضافر كل الجهود علشان الوصول للهدف الاسمى يمكن اللي قالت عليه منا 15 مليون سائح. بنشكر حضرتك الاستاذ علي غنيم عضو المجلس المصري لاتحاد الغرف السياحيه. من أيام بقى تانية انطلقت من محمية وادي دجلة حملة اسمها حكاوي من ناسها. الحملة دي هدفها دعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، وكمان الهدف منها إنها تعرف بتراث وثقافة وعادات وتقاليد أهل مصر وكمان أهل وسكان المحميات. حكاوي من ناسها يا منا يمكن هي الحملة اللي بيتم تنظيمها في إطار احتفالات مصر بأسبوع دعم الاستثمار البيئي ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الحملة دي من خلال الدكتور محمد بعليوة، مستشار وزير البيئة لشؤون التواصل ومدير مشروع إيكو إيجيبت اللي موجود معنا عبر زوم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير أستاذ منى، صباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. بداية عايزين نعرف إيه هي فكرة حملة حكاوي من ناسها، يعني حملة لطيفة ومختلفة، الأهداف بقى من الحملة دي إيه؟ هي الحملة بتعتبر جزء من حملة إيكو إيجيبت. حملة إيكو إيجيبت موجودة للترويج للسياحة البيئية أو لمنتج للسياحة البيئية داخل 13 محمية من ال 30 محمية بتوع الموجودين على الأرض التابعين لوزارة البيئة. حملة حكاوي من ناسها بتركز على 11 قبيلة رئيسية عايشين داخل وحول المحميات. بنركز بشكل كبير على الإرث الثقافي المادي واللامادي. احنا بالنادي بنقول الاستخدام المستدام للموارد، بس هل الموارد دي هي موارد طبيعيه بس داخل المحميات؟ لا، هي موارد طبيعيه وموارد ثقافيه. فعشان كده احنا في الحمله بنركز على الموارد الثقافيه والارث الثقافي لل 11 قبيله دول. ال 11 قبيله دول موجودين على ارض المحميات من قبل حتى اعلانهم محميات. لقينا ان ارثهم الثقافي البيئة تعتبر شكلته بشكل كبير جدا، فورثهم الثقافي قائم على التعايش مع البيئة والحفاظ على البيئة. فاحنا لو بنتكلم على استدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام المستدام من الموارد، فالناس دي اكتشفنا ان هي اللي بتعلمنا الاستدامة وليس العكس. فدي كانت حاجة لازم نساعدهم ان هم يحافظوا عليها، وفي نفس الوقت نوصلها للسائحين سواء المصريين او السائحين الاجانب. كان في محور تاني مهم جدا هو شكل الارث الثقافي ده. لان الارث الثقافي ده بيتشابه وبيتباين، مع ان احنا بنتكلم على 11 قبيله في حتت جغرافيه منفصله او بعيده تماما، بس لقينا في حتى مش بس اختلافات، لقينا في تشابه كبير قوي. بنلاقي الارث الثقافي ده بيتمثل في ازاي اللغة، الموسيقى، يعني الفنون، الموسيقى، الشعر، القصص، حتى المنتجات المحلية اللي هم بيعملوها. فكان الهدف الرئيسي هو الحفاظ على هذا الإرث، اللي هو يستاهل ان احنا نحافظ عليه، ويستاهل كمان ان احنا نستخدمه كمورد. وبالحالة دي لو نجحنا في الهدف ده، فاحنا كده بنتكلم على دعم كبير جدا 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 لهذه المجتمعات بدمجهم في منتج السياحه البيئيه، وتعتبر نواه لنوع جديد من السياحه وما يسمى يعني بالكوميونتي بيست توريزم او السياحه القائمه على
التراث الثقافي، ودي في بلاد بتقوم عليها أصلا سياحة كاملة على مجتمعات المحلات. دكتور محمد، عاوز أعرف من حضرتك إزاي هيتم تحقيق أهداف هذه الحملة، حملة حكاوي من نسا؟ هل هتكتفوا فقط بالتوثيق؟ هل هيكون في فعاليات زي مثلا مهرجانات، زي مثلا ورش عمل ل يعني القبائل او اهالي القبائل اللي موجودين في هذه الاماكن، ولا ايه الهدف المرجو من حمله حكاوي من نسا؟ طيب، هي طبعا هي حمله هتمتد لمده 4 شهور، هيبقى فيها مش بس تلفزيون وسوشيال ميديا، هيبقى فيها بالفعل فعاليات على الارض زي اللي شفناها في اطلاق الحملة. يمكن كان في مهرجان اللي هي مهرجان شخصيات مصرية، ده كان الهدف منه برضه، هو بيجمع كل القبائل دي مع بعض ومهرجان على المستوى الوطني، وكان ساعات كمان بيبقى على المستوى الدولي، يعني بيتم دعوة لي شخصيات دولية. بنركز في بعض الحاجات المهمة جدا زي مثلا الموسيقى، ودي هيتعمل له برنامج ترويجي لوحده، الموسيقى المختلفة لهذه القبائل. في نفس الوقت برضه هتنكز على المطبخ أو الطبخ للسكان المحليين، وده هيتعمل عليه برضه برنامج لوحده، برنامج ده هيمتد ل3 أشهر بعد كده يعني. في نفس الوقت احنا عندنا نوعين من الماتيريال طلع، في الفيديو الكبير وهو الدوكيومنتري أو الوثائقي، وده هيتعرض على الوثائقية وعلى منصة واتشت، وفي نفس الوقت في 11 فيلم صغير، كل فيلم بيتكلم عن قبيلة بعينها، ده برضه هيتم الترويج ليه من قبل المنصات الإلكترونية. كل الكلام ده وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلت كده احنا بنشتغل في تضافر. فاحنا بنشتغل مع وزارة السياحة إن احنا نعمل بعض الرحلات القائمة على التراث الثقافي في بعض المحميات، يعني هنبدأ بـ4 محميات بالفعل عملنا عليهم برامج سياحية، فهنبدأ نروج ليها باستخدام السوشيال ميديا. طيب بشكل هو الهدف شخصي، إن إحنا يبقى في برامج سياحية، طيب فإحنا عملنا بالفعل برامج بنبدأ نروج. نقدر نقول بشكل شخصي بعد التوثيق اللي حصل الفترة اللي فاتت، ايه اللي كان بالنسبة لحضرتك يعتبر معلومة جديدة بعد التوثيق اللي انت عملته؟ اللي كان بالنسبة لي معلومة جديدة كانت، او يعني معلومة ما كانتش جديدة بالنسبة لي، انا ده تخصصي، بس معلومة جديدة لكثير من المتابعين. الشعب المصري، هو ان يا جماعة في، يعني لو احنا بنتكلم على استدامة، ففي ناس عايشة على الارض بقالها عشرات السنوات، حياتها الطبيعية قائمة على الاستدامة، عرفوا يعيشوا في تناغم مع الطبيعة وعرفوا يحافظوا عليها من غير ما نعلمهم المعلومات اللي احنا بنحاول ننادي بيها كوزارة بيئة في رفع الوعي، البيئي بقالنا كتير، هم دي حياتهم، هي ده ارثهم، ارثهم قائم على الحفاظ على البيئة، عشان احنا كده، عشان كده احنا ناس بتاعت بيئة مهتمة جدا جدا بحاجة زي كده. يعني فكرة الحفاظ على البيئة والاستدامة، يمكن هو ده الهدف الرئيسي من حملة حكاوي من نسها في يعني هذا اليوم، ويعني يكون إن شاء الله الهدف المرجو هدف يعني قيد التحقيق فكرة الوعي بالقضايا البيئية، وأعتقد اللي احنا بدأنا اللي احنا نحقق ده من خلال حملات التوعية والوعي بالمشاكل البيئية وتغيرات المناخ تحديدا من خلال الحملات اللي كانت بتنظم لأثناء كوب 27، ويمكن امتدت حتى وقتنا هذا، وأكبر دليل اللي احنا بنناقشها النهاردة مع حضرتك. بنشكر حضرتك الدكتور محمد عليوة، مستشار وزيرة البيئة لشؤون التواصل ومدير مشروع إيكو إيجيبت اللي موجود معانا عبر تقنية زوم. شكرا لك. ساعة دلوقتي 8، ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة، اتفضلي يا هالة. شكرا منا. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس السيسي في منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات. ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الجولة الأفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية. كما سيشارك الرئيس السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوماسا، والتي ستشهد تسليم رئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد البرهان أهمية سماح الدعم السريع بإخلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتحقق النجاح في مفاوضات جدة. كما ثمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجهود السعودية، مؤكدا الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام في السودان. أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن تحقيق المشاورات الليبية توافقات هامة نحو تنظيم الانتخابات. وخلال مؤتمر صحفي للجنة 6+6 الليبية في العاصمة المغربية الرباط، شدد بوريطة على أهمية أن يكون الحل ليبيا خالصا من خلال قواعد موضوعة وفق تصور ليبي. كما أكد بوريطة أن دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات. يأتي ذلك فيما أفاد عضو بلجنة 6+6 بالاتفاق على قانون انتخابات مجلس الأمة الذي يضم النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تجاوز كل النقاط الخلافية. اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قصر السلام بجدة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. يأتي ذلك فيما قالت الخارجية الأمريكية إن الاجتماع شهد أيضا مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إنه يتوقع حصول بلاده على عدد كبير من طائرات F-16 من عدد من الدول الغربية. وأوضح زيلانسكي أنه من المستحيل الكشف عن كل التفاصيل، لكنه أشار إلى عدم امتلاك أوكرانيا البنية التحتية اللازمة لخدمة الطائرات الغربية. اتهم المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا روسيا بالمسؤولية عن تفجير سد نوفا كاخوفكا. وقال كيسليتسا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إن روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير السد، مشيرا إلى رغبة موسكو في اتباع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا، لافتا إلى أن انهيار السد يمثل تهديدا للسلامة النووية في محطة زابوريجيا النووية. من جانبه حمل المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أوكرانيا المسؤولية عن تفجير سد نوفا كاخوفكا لتحقيق منافع عسكرية. قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الصين خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تراجعت حدة التوترات بين البلدين. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الزيارة المرتقبة لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن. كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أكد أن المحادثات التي أجراها عدد من المسؤولين الأمريكيين في بكين تطرقت إلى زيارات مستقبلية محتملة بين مسؤولي البلدين.
ورياضيا حقق فيوتشر فوزا صعبا وثمينا على ضيفه ام بي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز. وسجل هدف فيوتشر اللاعب أحمد عاطف في الدقيقة 55 ليرفع الفريق رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ام بي عند 39 نقطة في المركز التاسع. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكل مشاهدينا. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد مراسم توقيع اتفاقية مهمة بين مصر والإمارات، وده لإنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية حوالي 10 جيجا وات وبتكلفة استثمارية ممكن تكون بتتجاوز ال 10 مليار دولار. المشروع ده لما يكتمل هيكون أكبر محطات طاقة الرياح في العالم أجمع. يمكن يمنا هو مشروع مهم، مشروع بيؤكد أن مصر أخذت أو خطت خطوات جادة في مجال تحديدا التحول تجاه الطاقة الجديدة والمتجددة، وده هيكون ليه انعكاس، انعكاسه هيكون إيجابي في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. إيه أهمية هذه المحطة ومدى قدرة مصر على إنشاء هذه المحطة؟ هو ده اللي احنا هنعرفه من ضيفنا الدكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. منورنا يا دكتور. أهلا وسهلا. منور بيكم يا فندم. اللي احنا مش مشهور قوي عندنا أو اللي احنا مش كنا مركزين عليه في الإعلام لفترات طويلة إن احنا مش جداد في الاستثمار في مجال طاقة الرياح. مصر من زمان عندها مشروعات، المشروعات دي بتزيد وبتكتر وقدراتها بتزيد، ولكن احنا عندنا صدارة في الموضوع ده من زمان. صحيح. يعني اقول لكم من سنة كام بدينا؟ سنة 88 في مجال طاقة الرياح. 1988 ركبنا 4 توربينات. انتوا بترجعوني بقى لسنين طويلة. ركبنا 4 توربينات في راس غارب، جربنا التكنولوجي، وبعدين أنشأنا أول محطة في إفريقيا كلها في الغردقة 5 ميجا وات. طبعا جنب الأرقام اللي بنقولها النهاردة 10,000 ميجا وات، يعني 5 ميجا وات بس 88 برضو مقارنة يبقى ده كان رقم. خلصناها إنشاءات سنة 92 وتعلمنا فيها كتير، اخترنا أفضل تكنولوجيا نقدر نعملها في الوقت ده. وصلنا لنسبة تصنيع محلي تجاوز 30% وقتها، وبعدين انطلقنا في المشروعات الكبرى على انطلقنا بمنطق وقتها برضو، لان القدرات كانت المشروعات والتوربينات كانت التكنولوجيا ما كانتش متطوره زي النهارده. فعملنا مشروعات الزعفرانه 545 ميجا وات، كانت المزرعه الاكبر لسنوات طويله في افريقيا والشرق الاوسط يعني، وكانت مزرعه مزار الحقيقه. صحيح. وبالتعاون مع جهات تمويلية كتيرة، ولكن كانت مشروعات حكومية. وفترة طويلة اعتمدنا على هذه المشروعات الحكومية ان احنا نكبر فيها في الطاقة المتجددة عموما شمس ورياح. وبعدين بنبان كمان. بنبان طاقة شمسية مظبوط، وكريمات وهكذا. جبل الزيت. وجبل الزيت. ما شاء الله يعني الحقيقة الطاقة الشمسية منتشرة والرياح الطاقة المتجددة، وقبليهم طبعا الهيدرو الطاقة المائية من زمان يعني. صحيح. أسوان والسد العالي، احنا لينا يعني تاريخ كبير في الطاقة المتجددة. كل اللي حضرتك بتقوله ده بيؤكد ولا يدع مجال للشك يعني لأي قاسي أو داني بأن مصر لديها خبرات، لديها كفاءات في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة. صحيح. لكن خلينا نقف تحديدا عند اتفاقية الأمس أو البروتوكول الذي وقع بين مصر والجانب الإماراتي. لكل متابع ومدقق فيها يلاقي أن كان في قاسم مشترك في هذا البروتوكول وهو رقم 10 جيجا وات 10 مليارات دولار. فعاوزين نعرف أهمية إنشاء هذه المحطة تحديدا في التوقيت الحالي. يعني من حيث الحجم هي طبعا أكبر الاتفاقيات من حيث الحجم لغاية دلوقتي. من حيث الدلالة بتقدم نموذج للتعاون، خلينا نقول العربي العربي، الإمارات ومصر، وهو تعاون له تاريخ يعني ممتد. كبير و- و- و-
وليس محل نقاش خلينا نقول، ولكن بيتجسد، وبالذات ان لو نشوف متى اعلن عن هذا الاتفاق، في اعلن عنه في البدايه في مؤتمر الاطراف في شرم الشيخ كوب 27، والامارات بتستضيف الكوب 28، فهو نموذج الدولتين بيقدموه ان احنا بنتحرك او نفعل ما نقول، احنا لسنا فقط بننظر سياسيا صحيح. ولكن بس على الجانب الاخر دلالات المحطه دي ايه؟ رقم واحد ان احنا دوله، لان اللي بيقوم بيها هو استثمار خاص في النهايه، هو مشروع خاص، وبالتالي العشرة مليار اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول 80% منهم هيجوا من مؤسسات تمويليه دوليه صحيح، ثقه في الاقتصاد المصري. كويس قوي. وبالتالي انت زي ما ده رد على كل من يشكك في الاقتصاد المصري، ده بداخه بالفعل وليس بالاقاويل. وده مش جديد على قطاع الطاقه المتجدده. قطاع الطاقة المتجددة في 2017 و2018 لما بدأنا بناء مشروع بنبان جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مصر وقتها تقدر ب 2 مليار دولار. كويس. حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة حاليا 4.4 مليار دولار. فهذا المشروع بقيمته اللي إن شاء الله خطواته التنفيذية تخصيص الأراضي وغيره بدأت بالفعل، هيخليك بتتحرك في سكيل اكبر، في نطاق اكبر كمان. وبيقول ان انت لما حطيت هدف 42% سنه 2035، يعني بعد 12 سنه من دلوقتي، ما كنتش حالم، ده انت بالفعل عندك برامج بتنفذ. هذه البرامج ستمكنك ان شاء الله. عندنا هدف مش بس ان احنا نوصل ل 42% في الوقت ده، احنا الهدف ان احنا نبقى مركز للطاقه المتجدده في المنطقة كلها، ونبقى عندنا القدرة على تصدير الطاقة المتجددة لأماكن مختلفة. فأعتقد ده بيدعم الفكرة أو الفكر بقى الجديد والجمهورية الجديدة، الفكر التكاملي، إن مش كل مكان أو كل حاجة شغالة لوحدها. وعايز أفكر حضراتكم إن مصر وقعت في الشهور اللي فاتت اتفاقيات، أكثر من 23 اتفاقية مثلا الهيدروجين الأخضر، اللي هيكون الطاقة اللازمه ليها الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين ملوش لون، هو غاز في النهايه، وهو اخضر ليه؟ لانه صديق للبيئه. الكهرباء هو اخضر لان الكهرباء لا بينتج منها ولا ينتج عنه اي انبعاثات كربونيه. هو ليه؟ لا، هو حسب ما انا اعرف الهيدروجين لوحده بينتج عنه، لان انتاجه جاي من الغاز الطبيعي. يعني عايز اقول لحضرتك اكتر من 98% من الهيدروجين في العالم بينتج من الغاز الطبيعي. فهو وشويه من الوقود الاحفوري الاخر، انواع الوقود الاحفوري الاخر. انما الهيدروجين الاخضر هو بيجي من عمليه بسيطه، هي التحليل الكهربي في اجهزه اسمها الالكترولايزرز. المهم هذه الاجهزه بتاخد كهرباء، الكهرباء دي ممكن تكون صديقه للبيئه، خضراء، طاقه متجدده، وممكن تكون كهرباء عاديه، ممكن تكون كهرباء كمان نوويه بالمناسبه، ايا كان نوع الكهرباء اللي في الدوله. ليه هيدروجين اخضر؟ ليه؟ لانه بمنتهى البساطه الطاقه اللي هتشغل الالكترولايزرز دي هتحلل الميه وتحولها هيدروجين واكسجين، هي طاقة متجددة. فأنت وقعت اتفاقيات للهيدروجين الأخضر 23 اتفاقية قيمتهم 80 مليار دولار. شوف الأرقام اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنتكلم على مش مشروع خلال سنة وسنتين، 80 مليار دولار في السنوات الماضية والاتفاقيات في الاتفاقيات. عشان فأنا بقول لك 10 مليار و10 مليار مرة واحدة 90 إجمالي الكام شهر بنتكلم بقى. فتفكر حضرتك كده ان لا، ده احنا البرنامج اللي محطوط برنامج طموح، ولكننا اثبتنا سابقا ان احنا قادرين على تنفيذ ما نحلم به، ما نخطط له، وان شاء الله في المستقبل قطاع الطاقه المصري سينفذ هذه الخطه. هو احنا سنفذنا؟ نفذنا. فاكرين حضراتكم لما مصر اعلنت في 2008 وقالت ان انا عايز اوصل 20% طاقه متجدده سنه 2020؟ نعم صحيح. مش قلنا كده ساعتها؟ طب ورحنا عدت علينا ثورتين، صح؟ مظبوط. وحرب اوكرانيا وروسيا، وقبليهم كورونا، وحققنا الهدف في 2021، سنه متاخر يعني، رغم كل التحديات دي. فاحنا الحمد لله، مصر قادره على تحقيق
ما تقرر أنها ستفعله. طب خلينا نتكلم بالأرقام. إحنا من المتوقع أن الاتفاقية بتاعت امبارح توفر حوالي 10,000 فرصة عمل في الفترة القادمة في وقت التشغيل، وبعد التشغيل هتبقى فيه 3,000 فرصة عمل مستدامة وقت الإنشاء إن وقت الإنشاءات. نعم. وبعدها ممكن توصل ل 3,000 فرصة عمل دائمة. أرقام كبيرة جداً وبتحتاج حاجات كتير، يعني هذا العدد الكبير ما شاء الله هيبقى بيتدرب وهيشتغل وهيتقدم له خدمات، واكيد الخدمات دي موجوده اصلا بالفعل. يعني احنا بنتكلم في ان الدايره بتلف ومشروع بيسلم مشروع. صحيح، هي الفكره هنا ما نطلق عليه الفوائد الاقتصاديه والاجتماعيه لمشروعات الطاقه المتجدده. ان احنا بنخلق فرص عمل وكمان بننمي مناطق كان من الصعب تنميتها في غياب طاقة الرياح. هي كلها مناطق صحراويه. حضرتكم خدتوا بالكم ان موقع هذا المشروع حاليا في غرب النيل؟ نعم. نقلنا من ساحل البحر الاحمر. نعم. صحيح. بعد ما طورناه. اقول لكم حاجه، انا من الناس اللي اشتغلت في التسعينات في المحطات في مصر، اللي ركبنا المحطات بايدينا الحمد لله وقتها، كانت اوائل المحطات في مصر. اقول لكم ان المنطقه بتاعت الزعفرانه اللي كان فيها المحطات دي كان فيها ألغام من الحرب ما بيننا وبين إسرائيل، وإن حصل تعاون مع الجيش المصري لتطهيرها من الألغام، وبالتالي بقت مناطق آمنة وبقت مأهولة. ده أنا أقول لكم بقى أكتر، أنتوا عارفين اللي اتطهر إيه؟ المنطقة الصحراوية اللي حوالين الزعفرانة دي اسمها إيه دلوقتي؟ إيه؟ اسمها العين السخنة. كل الكومباوندز اللي أنتوا شايفينها هناك دي لم تكن لتنشأ لولا ان احنا مشروعات الرياح استلزمت انها ننظف ونطهر المنطقة، نمد طريق من القاهرة للعين السخنة، نحط محطة كهرباء هناك، فيبقى فيه محطة الكهرباء مش بس بتستفيد من طاقة الرياح اللي جاية انما بتغذي اللي حواليها. انتوا متخيلين النقلة الحضارية اللي حصلت للمنطقة اللي كانت صحراء؟ نعم. أنا بنفسي ده يتواكب مع الكليات الجديدة اللي بيتم افتتاحها، التخصصات الجديدة اللي بقت موجودة في الجامعات الجديدة. يعني مزبوط. احنا بنتكلم في شغل تكاملي وبنطلع منتج. أنا عايز أقول لحضرتك فكري اللي في اللوجستيات كمان. فكري إن أما هتعملي محطة زي دي أنت عايزة خدمات شحن، خدمات نقل، خدمات للناس اللي هيبنوا هيشتغلوا في المواقع، خدمات طبعا زي ما انت قلتي الخدمات التعليميه، واننا الحمد لله عندنا دلوقتي جامعات بتقدم شهادات. يبقى في مجتمعات عمرانيه دكتور بشكل عام، يعني لازم يبقى عندي مجتمع عمراني. وهو التنميه يمكن حضرتك اشرت لحاجه، التنميه بدات تحديدا في المكان ده بفكره تطهير المكان من الالغام التي كانت متواجده فيه ثم انشاء طريق. وهنا بنتكلم على اهم ركيزه من ركائز التنميه، اذا اردت ان تحدث تنميه في مكان ما انشئ طريق. صحيح. فانت عملت الطريق، ابتديت تعمل جسر من التواصل لهذا المكان، وقدرت اللي انت تغير شكل منطقة بالكل، والنهاردة بتمتد لمكان آخر. واعتقد المكان الآخر ده لم يكن مهيأ إلا بعد أن تم استحداث الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية فيه والموانئ، وسواء كانت موانئ جافة أو موانئ بحرية وغيرها من الموانئ والبنية التحتية التي عملت عليها الدولة خلال السنوات. دلالة المشروع ده برضو إيه؟ أما تيجي هتقول مشروع بهذا الحجم يعني ان مصر في هذا الموقع اللي هو جديد هيكون جاهز بشبكات كهرباء تستطيع استيعاب هذا القدر الهائل من الطاقة، هيكون جاهز بخدمات كهرباء موازنة لان شبكتنا مستقرة، بمعنى احنا كلنا عارفين ان طاقة الرياح والطاقة الشمسية متغيرة بطبيعتها. صحيح. طيب دي كمية كبيرة من الطاقة، ماذا لو الوقت ده ما فيش رياح؟ الشبكة هيحصل فيها ايه؟ نتيجة احمال زيادة. نتيجة الفوائد اللي موجودة عندنا والتخطيط اللي عندنا هيخلينا نتمكن من معالجة قضية الايه؟ تغيرات الشبكة. الله. طب ونقدر نعمل ايه كمان؟ هذه الطاقة ايضا هتخدم قطاعات صناعية ممكن تكون قريبة، زي ما قلنا في جبل الزيت وفي الزعفرانة بتخدم منطقة خليج السويس. صحيح. وبالتالي بتحصل على طاقة نظيفة. هيبقى المناطق اللي في حوالين هذه المناطق اللي هي صعيد مصر بشكل عام هتستفيد من هذه الطاقة النظيفة. بنتكلم بقى على طرق،
بنتكلم على مساحات أراضي شاسعة تم تخصيصها والحصول على موافقات يعني أكثر من 10 جهات. يمكن الهيدروجين الأخضر كان فيه 5200 متر 5200 متر مربع مخصصة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر. كيلومتر مربع اتحولت لوجود أماكن مختلفة عند سوهاج وفي أماكن مختلفة. مزبوط. ابتدى يحصل توسع كبير وتخصيص للأراضي، فده بيقول تعالوا احنا عندنا أماكن مستعدين نستقبل ناس. واحد ما بنتكلمش كتير احنا قوي. واحد من أهم إنجازات الكام سنة الأخيرة. احنا قعدنا كتير نتكلم على أننا عايشين على مساحة 5-6-7%. حدش واخد باله أن احنا النسبة وصلت من 12-14% دلوقتي. ما شاء الله. صحيح. ربنا يزيد. متخيل ده حصل في مصر؟ ان مساحة الرقعة المعمورة بتزيد بشكل ملحوظ. بتزيد ليه؟ نتيجة مثل هذه المشروعات. وده يعني شيء مهم. طيب يبقى احنا اتكلمنا على ان انت بتحقق مستهدفاتك من حيث اهداف الطاقة المتجددة. بس وانت بتعمل ده انت بتحقق ابعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية مهمة جدا. وبتشغل شركات محلية مع الشركات الدولية. الجميل ان الشركة القائمة على هذا المشروع هي شركة عربية. صحيح. شركات عربية ائتلاف، شركات مصرية واماراتية. الاجمل من ده ان هذه الشركات نفسها من فترة بسيطة اشترت واحدة من اكبر شركات الرياح العالمية. شركات الطاقة المتجددة. اللي ليها مشروعات في افريقيا. وبالتالي بقت هذه الشركة المصرية الاماراتية هي ايضا من اكبر اللاعبين في افريقيا. انتوا فاهمين احنا بنتكلم في طبعًا طبعًا هذه الكوادر طبعًا. التي بتقوم عليها حاليا مشروعات الطاقة المتجددة يمكنها ايضا خدمة السوق الافريقي الواعد. صحيح. وده كله جنبا الى جنب مع تحقيق التزاماتنا واهدافنا لخفض انبعاثاتنا الكربونية من تغير المناخ نتيجة وقضايا تغير المناخ عموما. طبعا. وعايز ألفت نظر حضراتكم الحاجة حصلت في 13 مايو 2023، من أسابيع بسيطة. أوروبا قررت فرض آلية سموها آلية الحدود، ضبط الحدود الكربونية، Carbon Border Adjustment Mechanism. إيه الآلية دي؟ آلية بمنتهى البساطة بتقول إن لو في منتج داخل أوروبا يعني بيصدر من خارج أوروبا إلى داخلها، لو جاي من مصنع أو من دولة بصمتهم الكربونية عالية يعني من مكان ملوث للبيئة هيتفرض عليه ضرائب قاسية هتخليه تنافسيته تقل جوه الاتحاد الأوروبي. طيب لما احنا بنخضر منظومة طاقتنا يعني نخليها منخفضة الانبعاثات، معنى كده ايه؟ ان انا بحسن تنافسيتي طبعا للتصدير للأسواق الأوروبية اللي هي شريك تجاري مهم جدا. اشتغل على قدام، في اتفاقية ان 2050 يكون نوصل لصفر انبعاثات كربونية، او يعني عدد الدول حطت اهداف ده 2050 و2060 وهكذا. احنا بنقول هو الحقيقة فكرة صفر كربون هي مش صفر مطلق، احنا بنسميه الصفر الصافي. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا انبعاثات هتطلع من بعض القطاعات لان كده كده في تنمية، بس في قطاعات اخرى زي الطاقه المتجدده هتخفض الانبعاثات لانها هتوفر، مش هتطلع انبعاثات وهي بتشتغل. خاص الاثنين مع بعض يوصلنا لصفر انبعاثات. ان في انشطه بتلوث احنا عارفين انها هتحصل، مش هقدر النهارده بين يوم وليله اتحول مثلا ان كل البلد تمشي بالنقل الكهربائي، فدايما قطاع النقل اللي متسبب في تلت الانبعاثات هيبقى عنده قدر انبعاثات لغايه ما يحصل التحول في خلال 20-30 سنة. طيب احنا فاهمين ده، عارفين ان الصناعه مش هتقدر تتحول تبقى 100% صناعات نظيفه غير تدريجيا، وبالتالي بنقول لغايه ما ده يحصل احنا بنوازن، بنعمل تقنيات وتكنولوجيات تخفض البصمه الكربونيه مع التقنيات التانية، فالاثنين مع بعض يوصلونا لنقطه الحياد الكربوني. يمكن يا دكتور كمان احنا في وقت يعني بنتحول فيه للطاقه النظيفه في ظل يعني لجوء بعض من الدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى الوقود الأحفوري وما يتسبب فيه من انبعاثات كربونية. وهنا عاوز أسأل حضرتك تحديدا في أهمية استثمار مصر في التحول للطاقة المستدامة تحديدا خلال هذا الوقت. والله حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، يعني بيقولوا كبد الحقيقة. يعني الحقيقة كمان احنا يعني مش بنتكلم على أهداف لمستقبل متوسط وبعيد المدى بس. اللحظة الآنية بيسموها الفرصة البديلة. النهاردة كل متر مكعب غاز أوفره من مصلحتي إن أنا أستخدمه
في التصدير، لان سعره اغلى جدا في التصدير من سعره لقطاع الكهرباء. صحيح. ومن مصلحتي ايضا ان انا استخدمه في صناعات البتروكيماويات اللي لينا تميز فيها، والاسمده اللي احنا من افضل الدول في العالم في صناعات الاسمده، احنا الرابع عالميا، وبالتالي القيمه المضافه للمتر مكعب الغاز ده هتكون اعلى بكتير من قيمه حرقه. فكل تحول للطاقه المتجدده فقط لتوفير الوقود اللي هو الغاز الطبيعي ده يعني ميزه عظيمه لمصر عليها، لانها بتصب اقتصاديا لصالح مصر على طول. على طول يعني. فيعني انا بشكر حضرتك انك اشرت ده، لان ده يعني مش بس بقى حاجه لاهدافنا المستقبليه، لا ده حاجه للنهارده الحاليه. صحيح. وعلى فكره هتلاحظوا ان تحول دول الخليج اللي هي نفطيه وغنيه وثريه من حيث للطاقه المتجدده لهدف، طبعا جنب الاهداف المناخيه والالتزامات وغيره، انما لهذا، لان هو كل برميل بترول او كل متر مكعب غاز بيوفره هو بيستفيد منه تصديريا، وبالتالي هتلاقوا انه يقدم حوافز فتطلع اسعار الطاقه المتجدده. النهارده واحنا بنتكلم اسعار الطاقه المتجدده ارخص ككهرباء من كل مصادر الطاقه الاخرى. ده اللي هيصب في جيبي وانا قاعد في البيت مش عارف كل التفاصيل، ولا ليا كمواطن بسيط ماليش دعوه بالاتفاقات، يعني انا هحس بالنتاج هذه الاتفاقيات ازاي وانا قاعد في بيتنا بفتح تلفزيون واشوف يا ترى ايه اللي هيحصل ونتيجه ده هيحصل عليا. اولا اقول لكل مواطن وانت قاعد دلوقتي في قدر من الكهرباء عندك مش هيقل عن 10%، يعني عشان اختلاف الوقت واختلاف السطوع الشمسي والرياح وغيره، بس مش هيقل عن 10% جاي لك من الطاقه النظيفه. حضرتك حاليا يا مواطن يا صديقي العزيز او اختي العزيزه عندك 10% من كهربتك طاقه متجدده، والرقم ده هيزيد وهيعلى كتير في المستقبل، هنوصل ل 42% بعد 12 سنه ان شاء الله من دلوقتي. فيعني ايه احنا بنتحرك، بل مصر فيها حركه في هذا الاتجاه، والحمد لله حركه خطواتها معترف بها دوليا. نعم. انما الجميل بقى ان انت انا حضرتك وحضرتك ان احنا واحنا شايفين المشروعات دي بتحصل وبتنعكس، ونلاقي اولادنا عندهم فرص عمل اكتر، وشركاتنا بتشتغل، وشركاتنا مش بس بتشتغل في مصر، خدي بال حضراتكم بتشتغل كمان في افريقيا. طب. واحنا عارفين شركاتنا اللي بتبني سد، ودي طاقه متجدده برضو، سد مائي في تنزانيا وهكذا. هذا البعد، والنهارده الرئيس في اجتماعات الكوميسا عشان تعرفوا البعد الافريقي واهميته، لما نفكر في ده كله اول زياره لرئيس مصر لانجولا، فاحنا بنتحدث عن البعد الافريقي واهميه البعد الافريقي، ويمكن دايما مصر ما تتحدث في المحافل الدوليه اصبحت تتحدث بلسان القاره الافريقيه، لانها محمله ب يعني اعباء وهموم هذه القاره. وايضا يعني اذا تحدثنا عن نتائج مؤتمر المناخ كوب 27 فسنجد ان فكره صندوق الاضرار اللي تم يعني العمل على انشائه بعد سنوات من المطالبه به هو اللي بياكد ان مصر فعلا بتاخد خطوات جاده في التحول للطاقه النظيفه والطاقه الخضراء، الطاقه الجديده والمتجدده، لتحقيق استدامه حقيقيه في هذا الملف. الحقيقه احنا بنشكر حضرتك الدكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقه الجديده والمتجدده، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. نورتنا يا دكتور. اهلا وسهلا مشاهدينا، احنا لسه مستمرين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقرات. برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة وزي ما احنا عارفين ان الحوار الوطني في حالة انعقاد مستمر، ولكن نظرا للظروف المناخية يعني اللي حصلت اول الاسبوع تم ترحيل عدد من جلساته للاسبوع المقبل، لكن لجنة النقابات والمجتمع الاهلي في الحوار الوطني اثناء يعني انعقاد الجلسة المخصصة ليه خصصت جلسة لمناقشة اهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكل التحديات اللي يمكن بتواجه هذا الدور أو هذا الملف تحديدا، وهو ملف التعاونيات، وكمان وضع آليات جديدة لتطوير عمل التعاونيات بشكل عام عشان يكون عندنا في فكر تشاركي، في نوع من أنواع المشاركة في الحياة الاجتماعية تحديدا. أكيد الجلسات دي شارك فيها عدد كبير من الخبراء والأحزاب والقوى السياسية والشباب بطبيعة الحال زي باقي جلسات الحوار الوطني، وطالبوا بإدراج التعاونيات في مناهج التعليم عشان الطلاب
تعرف أهمية ودور التعاونيات في تنمية المجتمع. معنا النهاردة في الاستوديو مينا كرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فهم. أهلا بك يا أستاذ مينا. أهلا وسهلا. يعني أستاذ مينا، في البداية عاوزين نعرف السادة المشاهدين ونبسط، إيه هو التعاونيات؟ هل هو الفكر السائد والدارج هو جمعية تعاونية، ولا إيه هي التعاونيات والهدف منها؟ تمام. أنا يعني بشكرك أن احنا بادئين من البداية بالتعريف عشان نوضح للسادة المشاهدين يعني التعريف وأهمية دور التعاونيات، وأنها بس ما بتقتصرش على كونها جمعية أهلية، لكن الموضوع أكبر من كده، بيوصل إلى عملية اقتصاد كامل، اقتصاد تشاركي واجتماعي كامل. يعني هي التعاونيات ببساطة هي مجموعة من الأفراد بيتعاونوا يعني طواعية، ليس بإجبار أو حاجة زي كده، من أجل عمل نشاط اقتصادي أو إنتاجي أو ثقافي من خلال عبر مشروع بيتم تداول السلطة فيه بشكل مستمر عشان ما يبقاش فيه ركود في التداول بتاعه وإدارته، بيدخلوا السوق من خلال أليات العرض والطلب الموجودة بإتاحة الأسعار المختلفة عشان خاطر يحققوا قيمة مضافة ومكسب جماعي. فنقدر نقول إن هي نوع من أنواع الاقتصاد التشاركي أو الاقتصاد الاجتماعي اللي بيعظم ربح الفرد من خلال دخوله مع مجموعة في عمل اقتصادي، أكتر من لو كان استطاع أنه يحصل عليه لو كان عمل العمل الاقتصادي ده بشكل فردي. كمان نقدر نقول أن التعاونيات هي عملية إدارة كل مجتمع محلي للموارد بتاعته ذاتيا، ودي فكرة مهمة جدا، أن هي بتوصلك لمرحلة أن يبقى عندك يعني كما يعني زي ما نقدر نقول كده، احنا مقبلين على محليات بقى وبنطالب بتفعيل المحليات، يعني كأنه يبقى عندك حركة ديمقراطية شعبية اقتصادية داخل كل مجتمع محلي، وبتمارس تداول السلطة من خلال التعاونيات، وبتمارس كل الآليات المتعلقة بذلك. كمان التعاونيات كانت حل الحقيقة ذهبي في كل المشاكل الاقتصادية اللي ظهرت حتى في أعتى الرأسماليات يعني الغربية وفي دول العالم، يعني نلاقيها مثلا ظهرت في إنجلترا في أعقاب يعني الثورة الصناعية، نلاقيها ظهرت في ألمانيا وفرنسا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. فهي رغم أن هي ملف يساري بامتياز، لكنها ايضا تحظى بقبول واسع في الاوساط الراسماليه، وده بيساعدها في انه اي حوار مجتمعي بيتم مناقشه التعاونيات فيه بيحظى بقبول كل الاطراف. يعني احنا حتى في جلسه الحوار الوطني لما كنا بنشارك باوراق عمل مختلفه، كل الموجودين كان عندهم توافق حتى على اختلاف ايديولوجياتهم وافكارهم سواء من اليسار او من اليمين، على انه هناك احتياج ماس لاعاده الاعتبار للتعاونيات. وليه بنقول اعاده الاعتبار؟ لان هي الحقيقه تجربه قديمه في مصر. يعني يمكن الناس تستغرب لما تعرف ان التعاونيات بدات في مصر من 1908 على ايد عمر لطفي، وتطورت بعد كده لارهاصات بنك تعاوني، ثم جاءت ثوره 52 واعاده النظر في الاطر والتشريعات المنظمه ليها، حتى وصلنا للعام 1975 و1980 بعمل ست تشريعات مختلفه، كل تشريع لكل نوع من انواع التعاونيات. والحقيقة أنه النهاية التشريعية دي لملف التعاونيات كانت أحد أبرز المعوقات اللي بتواجه التعاونيات في مصر حاليا. ليه بقى؟ لأنه مصر 1975 غير مصر 2023. صحيح. وفكرة التفتيت في التشريع أو التقسيم في التشريع لكل نوع تعاونيات بشكل منفرد عن الآخر أدى إلى إلى عدم وجود رابطة بين هذه التعاونيات، وأدى إلى أن كل تعاوني يعني نوع من أنواع التعاونيات أصبحت تعمل كأنها في جزر منعزلة وفي معزل عن باقي التعاونيات الأخرى. يعني ده مع الوقت أدى إلى زيادة التحديات اللي بتواجه ملف التعاونيات، وخلاها كمان الوعي بيها قل بشكل كبير جدا. يعني حتى وإحنا عندنا في مصر 12,000 تعاونية، في مصر 6,600 تعاونية تخص القطاع الزراعي، 4,000 تعاونية تخص القطاع الإسكان، 2,800 تعاونية تخص قطاع الثروة المائية، و2,000 تعاونية تخص القطاع الاستهلاكي. ال 12,000 تعاونية، ولما ناخد مثلا مثال التعاونيات الزراعية باعتبارها الأكثر انتشارا بواقع 7,000 جمعية في 5,000 قرية في مصر، يعني معنى كده إن احنا عندنا كمان مش بس في كل قرية جمعية تعاونية، ده احنا عندنا كمان في التوابع في النجوع والعزب هناك أيضا تعاونيات، وجود وظهور للتعاونيات منذ سنوات طويلة. مع إن النموذج هو الدمج بين الشكل الحكومي والشكل الخاص، يعني هي المنطقة اللي في النص ما بين الاثنين. الميزة اللي موجودة فيها ان التعاونيات اغلبها بيكون غير هادف للربح، ولكن في نفس الوقت هي قائمة على وجود ربح للأفراد المشاركين فيها، فهي بتمثل الحلقة اللي في النص او الحلقة الواصلة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في نفس الوقت،
وفي نفس الوقت الشخص المشارك فيها بيتعظم الفوائد اللي بتعود صحيح. عليه صحيح. وهي في حد ذاتها غير هادفة للربح. ده اللي بيخلي في مطالبات انها يتم تدريسها او يتم اضافتها في المناهج التعليميه. هو كان في مطالبات عده الحقيقه في جلسه الحوار الوطني بهذا الامر. وانا عايز اقول لحضرتك انه في مصر عندنا ثلاث معاهد للتعاونيات في مصر: معهد الارشاد الزراعي في اسيوط، ومعهد التعاون الانتاجي، ومعهد التعاون الزراعي. يعني يبدو وهي يعني معاهد عريقه ولها سنوات طويله في الحقل التعليمي في مصر، ولكن يبدو ان هناك احتياج اكثر الحاحا الفتره اللي جايه لانشاء جامعه متخصصه للتعاونيات لتخريج كوادر تستطيع اداره التعاونيات الموجوده وتطويرها. لانه احنا مثلا مفتقدين دلوقتي دور المهندس الزراعي اللي كان زمان في كل جمعيه تعاونيه، وكان يقدر يقدم قيمه مضافه ويساعد الفلاحين وصغار الفلاحين في افكارهم وفي طرق الزراعه وما شابه. نفتقد الى اداره حوكمه جيده داخل التعاونيات المصريه. ربما هذه الجامعه تستطيع ان تخرج كوادر تستطيع ان تقوم باداره هذه التعاونيات وتفعيل قيم حوكمه حقيقيه فيها تؤدي وتضاعف من القيم المضافه المخرجه منها. وهو موضوع التعليم ده الحقيقه يعني في ناس كانت بتطالب بجامعه وفي ناس كانت بتطالب بتدريس ماده. هو الغايه الاساسيه ايه في الاخير؟ ان احنا نعمل تثقيف حوالين موضوع التعاونيات. وانا اسمح لي عايز اطرح مثال صغير في القصه دي لو الوقت يسمح. اتفضل. احنا يعني لما كنا في ابتدائي، انا كنت في محافظه سوهاج في مدرسه حكوميه اسمها البحث البدري. 1995 كنت في سنه 5، كنا بنعمل نموذج تفاعلي في المدرسه من غير لا تدريس مواد ولا كان في جامعه ولا حاجه خالص. كان كل فصل ليه مساحه حوض زرع بيزرع فيه شجره معينه، تطرح بقى ليمون، تطرح برتقان، ايا كان المنتج اللي بيطلع يعني. كان الولاد كانوا يعني ينشغلوا في الزراعه وفي حصد المحصول ده، تقسيم الادوار. والبنات في الفصل كانوا يعني في حصه التدبير المنزلي يقوموا بعصر العصير، وكنا نبيعه في حصه ومربه البرتقال كانت في حصه بالظبط. يعني هنا بقى بنبيع والفلوس دي بتروح فين؟ بندعم النشاط في المدرسه، بتتعمل نشاط في المدرسه او نجيب بيها السماد بتاع الزرع والحاجات دي كلها. يعني كانت بتدخل في ده تحت نظام النشاط الفكر الاقتصادي والنشاط. طيب فاذا احنا تعلمنا تعاونيات واحنا في ابتدائي من غير ماده اصلا، فهي القصه هي في الاخر تثقيف وليس فكره. انا هنا دي بقى اللي انا عاوز اسال حضرتك فيها تحديدا. هل حضرتك شايف الظروف الحاليه هي ظروف مؤاتيه للتثقيف والتعليم بنفس الطريقه والفكر اللي حضرتك بتقول عليها؟ مش ماده، ما عملناش ماده للتعاونيات، ولكن خلينا ان انت تكتسب مهاره التعاونيات من خلال نشاط موجود في المدرسه. فشايف ان طبيعه الظروف الحاليه من سرعه في تكنولوجي، في تغيرات في نمط الاسلوب التعليمي، من الممكن اعاده النشاط التعاوني مره اخرى داخل المدارس والجامعات؟ انا اعتقد ان هو الحل الامثل. يعني انا طبعا مش معترض على من ينادي بتدريس ماده، يعني حتى مش عاوزين تدريس ماده يعني من بتعاني من المواد كلنا فعلا. صحيح لانه مش منا بس والله، كل الامهات قضايا مختلفه في الطرح بتاعها في الحلول بيتقال انه نضيف ماده في المدرسه. الحقيقه اضافه كثير من المواد ربما يمثل عبء على ارهاق على الطالب، ارهاق على الطالب وعلى اسرته، ويخليه يفقد قيمته مع كثرته. يعني احيانا حاجه لما بتكتر بتفقد قيمتها. لكن انا اللي يهمني زي ما بقول لحضرتك انه يحصل تثقيف ووعي، يحصل بقى من خلال نشاط. عايز اقول لك انه حتى الطلبه اقبالها على النشاط هيبقى اكتر من اقبالها على ماده جافه بكتاب او حاجه زي كده. ويمكن هو ده النمط التعليمي الدارج اصلا القائم على التفاعل والدمج ما بين فكرة المواد. فكره ان انا احصل وكتاب وهذاكر كلمتين اكم من مواد ذاكرناها علشان خاطر المجموع او دخولها في المجموع ولكن اهملت ومش فاكرين منها لا حاجه. لا بس هقول لك على حاجه يا احمد، هو بالفعل حاصل تطوير كبير جدا في مناهج، يعني شغالين على المستويين او بشكلنا على التوازي، سواء مناهج الصغيره للابتدائي او للثانوي. فاعتقد ان في خلال سنتين يمكن تكون كل مراحل التعليم اتغطت، فاعتقد ان الشكل التفاعلي هيزيد، وده برضو هينفذ كلام حضرتك. طيب فكره بقى التعاونيات بشكلها القديم قد تكون غير مناسبه لدلوقتي، يعني ما حدش هيفضل ماشي بالشكل القديم. هل بقى لو حصل نوع من انواع التطوير، موبايل ابلكيشنز، ويب سايتس تقدر الناس تدخل وتتابع عليها، ما حدش هيفضل يروح لمقر الجمعيات التعاونيه لو مثلا جمعيه انشائيه او قائمه على وجود بيوت، ما حدش هيفضل يروح يتابع الاعلان اللي بينزل على باب الجمعيه كل يوم يسيب شغله ويروح.
لو الناس قدرت انها تستخدم وسائل اكثر حداث ممكن تجتذب ناس اكتر؟ طبعا، وعشان كده احنا بنقول انه كان من اكتر التحديات اللي موجوده عدم وجود او ضخ كوادر شبابيه جديده في اوصال حركه التعاونيات في مصر. الكوادر الشبابيه دي هي اللي هتقدر تتعامل مع التكنولوجيا، وهي اللي هتقدر تطوعها لخدمه التعاونيات ولخدمه توصيل افكارها ومنتجاتها لعموم الشعب المصري. فطبعا دي نقطه مهمه جدا يعني. يعني انا اعتقد انه تكرار نفس المقدمات هيعطي نفس النتائج. فاعتقد ان احنا علينا المره دي نفكر بتفكير مختلف، انه ما نبتديش من مجلس اعلى للتعاونيات، ولكن نبدا من تشريع موحد للتعاونيات. نبدا بتشريع موحد يكون هذا التشريع به المواد الحاكمه. بس عاوز اعرف الفرق تشريع موحد للتعاونيات ومجلس اعلى للتعاونيات. مجلس اعلى للتعاونيات ما هو معني بوضع الاطر وتنظيم اليه العمل ما بين التعاونيات بعضها البعض. ما كويس، لكن في ظل التشريع هيعمل جديد. في ظل وجود قوانين تعود لفتره سابقه زمنيه سابقه، وفي ظل وجود قوانين مقسمه بين التعاونيات، انا اعتقد انه كان دور المجلس في عمل الربط ده كان هيبقى صعب جدا. فعشان كده بقترح ان احنا نبتدي من العكس. نبتدي من التشريع الاول، وبعد كده يساق به استراتيجيه وطنيه يعمل من خلالها ويعاد تفعيل من خلالها المجلس الاعلى للتعاونيات. القانون ده لازم يكون اولا المواد الحاكمه اللي فيه تكون بتنظم عمل التعاونيات بشكل عام، واللائحه التنفيذيه الخاصه به هي بقى اللي بتنظم وتراعي خصوصيه كل نوع من انواع التعاونيات. نمره اثنين انه يكون في كمان مواد يعني تنشئ وترسخ لافكار حوكمه ذاتيه وتطوير تكنولوجي داخل التعاونيات عشان تقدر تواكب العصر وكل التحديات والمتغيرات بتاعته. لما ننجح في عمل هذا التشريع باللائحه التنفيذيه بتاعته، ننجح نقدر ننجح بعد كده في عمليه دعم ربط التعاونيات ببعضها البعض، نقدر نطلع استراتيجيه وطنيه ويبقى في حاله تثقيف ووعي جمعي، ونخلي التعاونيات دي منتج جماهيري مش بس منتج نخبوي او منتج قديم يخص ناس في زمن ومرحله زمنيه قديمه. محتاجين ايه بقى عشان نقدر نعمل كده؟ كل ما يجي في مخنا التعاونيات يجي في مخنا احمد الاعلانات بتاعه الجمعيات الاستهلاكيه اللي كنا بنشوفها واحنا صغيرين، مش دايما بتكون مناسبه لمختلف الناس. هل التعاونيات موجهه لطبقه معينه او لشريحه اجتماعيه معينه، ولا هي مفيده لجميع الشرائح الاجتماعيه باختلاف احتياجاتهم؟ لا، هي طبعا مفيده لكل الشرائح الاجتماعيه، لكن اكثر بتفيد الطبقات الدنيا والطبقه المتوسطه. لان انا عايز اضرب لحضرتك مثال، مثلا حتى في الاسعار، احنا 90% من الاسماك اللي بنستهلكها كمصريين مصدرها هو التعاونيات الخاصه بالثروه المائيه. تستغرب لما تلاقي انه جمعيات التعاونيه بتاعت الثروه المائيه مثلا تطلع كيلو سمك ب 10 جنيه. انا بقول رقم على سبيل المثال يعني. يوصلنا انا كمستهلك ب 40 جنيه. الفجوه دي حصلت في ايه؟ لان عندك سلسله امداد وتوريد في النص ضاعفت من الاسعار، من خلال بقى تاجر جمله كبير يدي تاجر جمله اصغر، يدي تاجر تجزئه، تاجر تجزئه، تاجر تجزئه. فعندك سلسله امداد وتوريد ضخمه جدا 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 بتعظم من سعر الحاجه وتوصلها للمستهلك باضعاف سعرها الحقيقي. تخيل لو انت عندك تعاونيات خدميه تتعاون مع تعاونيات الثروه المائيه بقى من خلال منظومه نقل، ومن خلال بقى اماكن لوجستيه تبيع المنتج ده بشكل مرضي للمستهلك، يوصلك انت بسعر كام؟ انا بضرب نموذج واحد. نقيب الفلاحين النهارده في الجلسه بتاعه التعاونيات لما كنا قاعدين، الراجل كان بيقول ارجوكم يعني الحكومه تتعاون مع التعاونيات عشان نرسم سياسات وتسعير المحاصيل، لان ده هيؤدي لتخفيض الاسعار بشكل كبير. وضرب مثال بازمه الرز اللي فاتت اللي حصلت. يعني المزارع والفلاح نفسه عنده استعداد بفكره التعاون والبيع بالسعر المحدد، لكن فقط اعطيه سعر عادل. صحيح. يعني فقط اعطيه سعر عادل يناسب ارتفاع التكاليف بتاعه الزراعه، ويناسب ايضا يعني غلاء المعيشه المحيط به. فبرضه يعني لكن ما تسيبش الامور بقى انك تخلي المزارع يديك ظهره، يدي الحكومه ظهرها، يعني يدي ظهره للحكومه ويبتدي يتعامل مع من يستغل الفرصه، والقطاع الخاص بقى يرفع في الاسعار، والناس هي اللي بتعاني في الاخر. صحيح. فانا احتوي اللي موجود واخد منه بسعر عادل، يعمل توازن في الاسعار احسن ما اسيبه فريسه
جشع بعض التجار في القطاع الخاص، وديك شايف الأزمة اللي احنا فيها يعني سبب رئيسي. طيب يعني ختاما كده نقدر نقول ان التعاونيات مش بس في الحاجات الخاصة بالأكل والشرب، او مش بس حاجات الخاصة بالسكن، قد نجد مستقبلا تعاونيات خاصة بالتعليم، تعاونيات خاصة بالصحة، مجالات مختلفة يحصل فيها تضافر للجهود تدعم او تدعم التوجهات الخاصه بالدوله، وفي نفس الوقت الاستثمار الخاص يقدر يدخل بنسبته فيها. الهدف دايما هو الحياه الكريمه للمواطن المصري، والهدف دايما جوده الحياه تتحقق للمواطن المصري. مينا كرم، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، نورتنا، شكرا لوجودك. شكرا يا فندم. نورتنا يا استاذ مينا، وشكرا لوجودك، ويعني كل توفيق ليكم في التنسيقيه. دلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لاهم الانباء التاسعه صباحا مع هاله الحمالي. اتفضل يا هاله. شكرا عبد الصمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس السيسي في منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات. ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الجولة الإفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية الشقيقة بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية. كما سيشارك الرئيس السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوماسا، والتي ستشهد تسليم رئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد البرهان أهمية سماح الدعم السريع بإخلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتحقق النجاح في مفاوضات جدة. كما ثمن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الجهود السعودية، مؤكدا الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام في السودان. أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن تحقيق المشاورات الليبية توافقات هامة نحو تنظيم الانتخابات. وخلال مؤتمر صحفي للجنة 6+6 الليبية في العاصمة المغربية الرباط، شدد بوريطة على أهمية أن يكون الحل ليبيا خالصا من خلال قواعد موضوعة وفق تصور ليبي. كما أكد بوريطة أن دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات. يأتي ذلك فيما أفاد عضو باللجنة 6+6 بالاتفاق على قانون انتخاب مجلس الأمة الذي يضم النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تجاوز كل النقاط الخلافية. اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قصر السلام بجدة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. يأتي ذلك فيما قالت الخارجية الأمريكية إن الاجتماع شهد مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه يتوقع حصول بلاده على عدد كبير من طائرات F-16 من عدد من الدول الغربية. وأوضح زيلنسكي أنه من المستحيل الكشف عن كل التفاصيل، لكنه أشار إلى عدم امتلاك أوكرانيا البنية التحتية اللازمة لخدمة الطائرات الغربية. أفادت وكالة الأنباء الروسية أن 7 أشخاص على الأقل فقدوا بعدما غمرت مياه من سد نوفا كاخوفكا الذي تعرض للتدمير
مناطق مجاورة. يأتي هذا بينما اتهم المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة روسيا بالمسؤولية عن تفجير ساد نوفا كاخوفكا. وقال المندوب الأوكراني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إن روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير السد، مشيرا إلى رغبة موسكو في اتباع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا، لافتا إلى أن انهيار السد يمثل تهديدا للسلامة النووية في محطة زابوريجيا النووية. من جانبه حمل المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أوكرانيا المسؤولية عن تفجير ساد نوفا كاخوفكا لتحقيق منافع عسكرية. قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيزور الصين خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تراجعت حدة التوترات بين البلدين. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الزيارة المرتقبة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن. كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أكد أن المحادثات التي أجراها عدد من المسؤولين الأمريكيين في بكين تطرقت إلى زيارات مستقبلية محتملة بين مسؤولي البلدين. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدى امبارح جولة أفريقية بتشمل 3 دول، أنغولا وزامبيا وموزمبيق. الجولة دي بتأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكمان مواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المجالات. يمكن منا زي ما قلت مواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة تحديدا، ولو هنعود بالذاكرة شوية إلى الخلف، لأن مصر بعد ما كانت يعني خارج الاتحاد الإفريقي عادت بعد 30 يونيو بفضل الدبلوماسية المصرية إلى حضن القارة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، ثم ترأست الاتحاد الإفريقي. النهاردة هنتكلم عن أهمية الجولة الإفريقية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان هنتكلم عن الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو وتعظيم الدور الإقليمي والدور الدولي أيضا للدولة المصرية من خلال ضيفنا الكريم العزيز اللي منورنا في الاستوديو، سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا السفير. بداية لما نيجي نتكلم عن أهمية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجنوب الأفريقي، حضرتك شايف يعني في أثار هتترتب على مثل هذه الزيارة؟ بدون شك يا فندم، يعني طبعا الجولة اللي السيد الرئيس بيقوم بها في أنغولا وزامبيا وموزمبيق هي بتأتي استكمالا لجولات أفريقية سابقة للسيد الرئيس، ولعل كان في مقدمة هذه الجولات حضرتك زيارة السيد الرئيس لغرب أفريقيا. فبالجولة الحالية أعتقد أن السيد الرئيس يكون غطى، يعني هيبقى على حسب ذاكرتي يعني أول رئيس مصري يزور المناطق الجغرافية الرئيسية في أفريقيا. بالنسبة أنغولا حضرتك، أنغولا دولة مهمة، دولة منتجة للنفط ولها تأثير كبير حضرتك في وسط أفريقيا وفي جنوب أفريقيا، ودي زيارة أعتقد يعني زيارة هتعود بنتائج جيدة على التعاون المصري الأنغولي، خصوصا في مجال حضرتك الاستثمارات والنفط. بالنسبة لموزمبيق، موزمبيق أعتقد أنه السيد الرئيس يعني ممكن يكون أول رئيس زار موزمبيق. موزمبيق طبعا فيها أهمية، نتكلم كأول رئيس مصري. رئيس موزمبيق، أهمية زيارة موزمبيق، موزمبيق حضرتك اللي بيربط بين موزمبيق وأنغولا أن هما دولت الدولتين الأفريقيتين اللي يتحدثان باللغة البرتغالية. فدي أول مرة يعني أول مرة يكون في تواصل بين مصر وبين الدولتين دولت على هذا المستوى الرفيع. موزمبيق بقى حضرتك يعني إن موزمبيق بتعاني من الإرهاب.
وجزء من الأراضي الموزمبيق في موزمبيق منذ عامين تعرض لهجوم من تنظيم داعش، لكن الجيش استطاع الجيش الموزمبيقي استطاع أن يتغلب عليه. لكن فطبعا خلال زيارة السيد الرئيس الموزمبيقي موضوع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب هيكون من الموضوعات اللي هتتصدر أجندة القمة المصرية الموزمبيقية. في زامبيا طبعا احنا زامبيا حضرتك احنا مع زامبيا تنزيا الدول الأفريقية اللي بتقع في شرق أفريقيا دي كلها دول احنا بنهتم بيها جدا، لأنه في حضرتك يعني الحوض النيل بيربط بيننا جميعا، ولا شك أنه طرح وجهة النظر المصرية في بقى خلال الجولة سواء في أنجولا أو موزمبيق أو زامبيا، طرح وجهة النظر المصرية بالنسبة لموضوع سد النهضة هام لأنه الأصدقاء في أفريقيا يهتموا جدا بالزيارات على هذا المستوى طبعا. ولا شك أن أنا في تقديري أن الزيارة والمباحثات السيد الرئيس في الدول الثلاثة هتعطي قوة دفع للموقف المصري بالنسبة لسد النهضة بصفة خاصة، والموقف المصري في القارة الأفريقية بصفة عامة. من الأهمية بمكان أنه الجولات الرئاسية لأفريقيا المناطق الجغرافية المتعددة في أفريقيا تكون حضرتك منتظمة، ودوت واضح أنه يعني أن مصر حاليا حريصة على الانتظام في هذه الجولات الأفريقية اللي لا شك أن هي يعني بتعود بالنفع على المواقف المصرية ليس فقط في القارة الأفريقية وإنما في ساحات دولية أخرى. نعم سعادة السفير، يعني مش عارف حضرتك تتفق أم تختلف معي في ذلك أن مصر دفعت ثمنا باهظا أثناء يعني الأنظمة السابقة بسبب الابتعاد عن القارة الأفريقية وله أسباب سياسية في حينها، يعني الآن تعود مصر وبقوة إلى حضن القارة الأفريقية، بل بالعكس تتحدث مصر نيابة عن القارة الأفريقية في كبرى المحافل الدولية تحديدا نظرا لأهمية يعني البعد الأفريقي للدولة المصرية تحديدا. شايف إزاي اهتمام الرئيس بالقضايا الأفريقية وحرصه أيضا على تبادل التعاون الثنائي ما بين الدول الأفريقية؟ كما تعلمون حضراتكم الدائرة الأفريقية هي أهم دائرة من دوائر السياسة الخارجية المصرية، طبعا حضراتكم على دراية أن دوائر السياسة الخارجية المصرية الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية، فحضرتك الاهتمام بأفريقيا ده اهتمام بيصب في مصلحة الأمن القومي المصري طبعا. لأنه مصر جزء من كحضارة وكدولة وكمجتمع قائمة على نهر النيل، ونهر النيل بينبع كما تعلمون من القارة الأفريقية، فمصر دولة أفريقية قوة أفريقية، والتواجد المصري في أفريقيا ده تواجد حضرتك يعني كما تعلمون ده بيرجع لأيام الفراعنة صحيح، وحتشبسوت والقوافل المصرية اللي كانت بلاد بونت بقى بلاد بونت يعني فالتواصل المصري الأفريقي نابع من حقائق جغرافية وحقائق تاريخية ثابتة لا تتغير بمرور الزمن. طبعا أنا أتفق مع حضرتك أنه بتيجي أوقات لأسباب سواء لأسباب تتعلق بالداخل في مصر أو تتعلق بتغيرات تكتيكية على مستوى التكتيك في السياسة الخارجية المصرية يبدو منها أن مصر تراجعت يعني عاطية أولوية لمناطق أخرى أو لقضايا أخرى، ده طبعا يعني واحنا بنتحدث عن السياسة المصرية في أفريقيا يعني أعتقد أنه من الأهمية أن احنا نأخذ هذا في الاعتبار. النقطة الثانية أنه أتفق مع حضرتك أن خلال السنوات القليلة الماضية
البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية كان من الأبعاد اللي مصر بتركز عليها. وتتذكرون حضراتكم أن مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي في الفترة من 2019 ل 2020. وبالإضافة إلى الدعوات اللي تلقاها السيد الرئيس المتعددة للمشاركة في المنتديات الدولية مع أفريقيا. يعني تتذكرون مثلا على سبيل المثال منتدى الروسي الأفريقي في سوتشي، وده كان أول مرة روسيا تستحدث مثل هذا المنتدى مع القارة الأفريقية. كذلك حضرتك المبادرة الألمانية في إطار مجموعة الـ20 للتعاون مع أفريقيا، وكان المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل وجهت الدعوة للسيد الرئيس للمشاركة في هذا في هذه القمة الألمانية الأفريقية. كذلك مع الصين، الهند. فالتواصل المصري الأفريقي بيتم عبر ثلاث مستويات أو ثلاث محاور. المحور الأول محور العلاقات الثنائية، ودوت تحدثنا منذ قليل على جولات السيد الرئيس التي غطت المناطق الجغرافية في أفريقيا. المحور الثاني هو التنسيق والتعاون بين مصر والدول الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي. ثم المحور الثالث هو الحضور المصري في المنتديات الدولية للتعاون مع أفريقيا اللي أنشأتها القوى الكبرى والقوى البازغة. يعني في اليابان كذلك، كانت اليابان لها بدأت تهتم بالقارة الأفريقية، وبدأ يبقى في حضرتك لقاء أو منتدى ياباني من أفريقيا، واليابان دعت السيد الرئيس في الماضي للمشاركة في هذا الاجتماع. فحضرتك آدي في خلال السنوات القليلة الماضية مصر نشطت المحاور الثلاثة اللي أشرنا إليها. الانتقال أو التوجه اللي احنا شايفينه في الفترة الأخرانية من التأثير المتنامي لفكرة الشريك أو لفكرة الدور الفعال أو شديد الفعالية في الفترة الأخيرة في القضايا الأفريقية، ده زي ما هو بيعود علينا بجزء كبير من النفع في العلاقات الطيبة والعلاقات التجارية والاقتصادية، لكن بيعود بالعبء برضو على مصر في مواجهة كثير من التحديات. فكرة الثوابت المصرية في أنها دايماً عندها طريقة ثابتة في أنها بتعظم المصلحة القومية دائما وأبدا، وفي نفس الوقت بتحافظ على استقرار الدول المحيطة بها. إزاي قدرنا نعمل كل ده في نفس الوقت في مرحلة كانت شديدة الحرج الفترة اللي فاتت؟ هو حركة القارة الأفريقية بتواجه العديد من المشاكل والتحديات. جزء من هذه التحديات مشترك مع مصر، اللي هو على سبيل المثال الإرهاب ومكافحة الإرهاب. في هذا السياق ده من القضايا اللي بتهم العديد من الدول الأفريقية، وممكن نستطرد إذا كان في وقت. موضوع تاني حضرتك مصر لها خبرة كبيرة فيها، اللي هو حضرتك البنى التحتية. مصر لها خبرة كبيرة في البنى التحتية والسدود والمشاريع القومية العملاقة، لعل في مقدمتها السد العالي على سبيل المثال وليس الحصر، ثم المشاريع القومية اللي تنفذت خلال العشر سنوات الماضية. في شركات مصرية سواء قطاع عام أو قطاع خاص، نتيجة للخبرات المتراكمة من عملها عبر عقود في مصر، اكتسبت خبرة كبيرة خلتها في مقام الشركات متعددة الجنسية في العالم. وبالتالي هذه الشركات، شركات القطاع العام المصري، شركات القطاع الخاص المصري، لها دور وبتبني ولها مشاريع، لها مشاريع في عدة دول أفريقيا. وفي إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي
كان دائما يعني إذا رجعنا لكلمات السيد الرئيس خلال توالير رئاسة الاتحاد الأفريقي من 2019 ل 2020 هنلاحظ كان التركيز على عدة برامج في خطة الاتحاد الأفريقي. تطوير البنى التحتية في حضرتك برنامج طموح داخل الاتحاد الأفريقي اسمه تطوير وتنمية البنى التحتية. غير القاهرة كيب تاون. نعم يا فندم. ده غير طريق القاهرة كيب تاون. ده من ضمنه البنى التحتية هنا بقى حضرتك الطرق البرية، السكك الحديدية، ربط القارة الأفريقية بمواني ومطارات لتسهيل التجارة البينية بين الدول الأفريقية. فالقضايا اللي مصر اللي بتهم مصر حضرتك على في الداخل المصري هي أيضا قضايا أو جزء منها قضايا بتهم القارة الأفريقية، ومصر والحمد لله لها خبرة كبيرة ومعترف بها دوليا في هذه المجالات. طبعا إذا في أحب أقول برضو الدور المصري في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، ومصر بتدفع في هذا المجال. وأتصور يعني في خلال تواجد السيد الرئيس في زامبيا هيشارك السيد الرئيس في قمة الكوميسا. نعم. الكوميسا اللي هي الاتحاد الاقتصادي لدول شرق أفريقيا. نعم. ودوت مصر من الدول المؤسسة مؤسسة لهذه المبادرة في التسعينيات من القرن الماضي، ومصر بتولي التجمعات الاقتصادية الأفريقية أهمية كبرى في إطار اهتمامها بتطوير بتنشيط منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أكيد. سعادة السفير احنا فقرتنا ما زالت مستمرة، لكن خلينا نتوقف لحظات لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا. سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق موجود معنا في الاستوديو للتحدث عن ملف الدبلوماسية المصرية في آخر 10 سنوات، بالإضافة لتبعات زيارة الرئيس السيسي المختلفة لمنطقة الجنوب الأفريقي. خلينا مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل باقي حلقتنا. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ولسه مستمرين مع ضيفنا الكريم سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق للحديث عن ملف السياسة الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية تحديدا في 10 سنوات. بنتحدث عن ملف يمكن من أهم الملفات التي خاضتها مصر بعد ثورة 30 يونيو تحديدا. فأسأل حضرتك سعادة السفير، كنا فين وأصبحنا أين في الدبلوماسية المصرية في 10 سنوات؟ مما لا شك فيه أن 10 سنوات الماضية حضرتك كانت سنوات داخل مصر وعلى مستوى الإقليم هنا الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، الخليج، بعض المناطق في أفريقيا، وعلى مستوى العالم كانت سنوات تغيرات وحراك يعني بيمثل تحديا كبير أمام صانع القرار. صحيح. السياسي في القاهرة. وفي مثل هذه الأوقات الحرجة أو دايما الأوقات اللي بيحصل فيها تغيير انتقال سواء من مرحلة لمرحلة أو من حالة إلى حالة بتبقى محتاجة إلى قراءة متأنية وقراءة موضوعية لطبيعة هذه التغيرات ومداها. صحيح. لأنه هذه التغيرات بتفرض على صانع القرار أنه هو يستجيب إليها، لا يستطيع أن يقف أمامها دون حراك أو دون اتخاذ مواقف للدفاع وحماية الجبهة الداخلية، بحيث أن أو دعوني أبلور الفكرة بالطريقة دي. كيف يمكن توظيف هذه التغيرات لخدمة الداخل؟ صحيح. وكيف يمكن حماية الداخل من بعض هذه التغيرات اللي خاصة في ظل منطقة حدودية ملتهبة وبتموج بكثير من التحديات؟ فإذا احنا إذا حضرتك نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، إذا نظرنا لشمال أفريقيا، إذا نظرنا حضرتك للجنوب، جنوب الحدود الجنوبية لمصر اللي هو القرن الأفريقي،
الأوضاع كانت حضرتك سريعة التغير ودور القوى الدولية في هذه التغيرات كان يعني بيختلف من قوة إلى أخرى. استطاعت مصر خلال العشر سنوات الأخيرة أن هي حضرتك تبحر في هذا البحر اللي الأمواج بتتلاطم فيه، استطاعت أن تبحر فيه بهدوء وبروية وبعد نظر وبالتعامل الهادئ مع هذه الأمواج، هذه التغيرات. على سبيل المثال يعني كلنا نتذكر ازاي حضراتكم الدولة، مفهوم الدولة في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر في بداية العشر سنوات كان معرض للانهيار تماما على ضوء داعش. صحيح. على ضوء كما تعلمون انه فجأة في الربيع العربي او بدايات الربيع العربي او منتصف الربيع العربي وجدنا ان الشرق الاوسط امام ظاهرة ان جماعة ارهابية بتستولى على تقريبا في سوريا والعراق تقريبا منطقة جغرافية تساوي حضرتك بريطانيا بريطانيا ودخلت تاني اكبر استولت على تاني اكبر مدينه في العراق الموصل في يونيو 2014. فكان الدوله الوطنيه بين مزدوجتين في الشرق الاوسط سوريا العراق وحاولوا في سيناء ان هم ايضا يكرروا التجربه. مصر انتصرت في هذه المعركة ومصر حاربت. مصر أما كانت بتحارب في سيناء وطبعا يعني طبعا بنترحم على شهداء القوات المسلحة وشهداء البوليس والشهداء من أهالي سيناء نفسهم بنترحم عليهم. لولا هذه التضحيات ما كانش الدول الأخرى استطاعت. دي كانت قوة دفع الدول الأخرى. بس سعادة السفير ما كناش احنا استطعنا ان احنا ننعم بالأمن والأمان والاستقرار اللي احنا فيه الآن. بدون شك. النقطة الأخرى هو انه العلاقات الاقتصادية الدولية خلال العشر سنوات الماضية أيضا بتتعرض إلى تحول. العولمة، ظاهرة العولمة كما عشناها في فترة معينة بتتغير الآن لأسباب تتعلق بطبعا تأثير الحرب الأوكرانية، تأثير جائحة كورونا على دول العالم، لكن كمان بتتأثر وبتتغير نتيجة للتنافس الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فطبعا مصر يعني على سبيل المثال احنا الحرب الأوكرانية، تداعيات الحرب الأوكرانية على مصر وعلى الدول النامية حقيقي تداعيات يعني سلبية. بالنسبة لمصر طبعا استطعنا ان احنا نقلل الى حد كبير من التداعيات السلبية نتيجة لسياسة خارجية منفتحة على كافة القوى الدولية والقوى الفاعلة في النظام الدولي. فده مكن صانع القرار المصري ان هو يقلل او يحتوي التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر موضوع القمح. موضوع يعني احنا تأثرنا من ارتفاع أسعار القمح نتيجة لهذه الحرب، نقص الإمدادات، لكن استطعنا بهذه الدبلوماسية الفعالة المنفتحة على كافة القوى الدولية والقوى البازغة استطاع صانع قرار المصري ان هو يقلل من التأثير السلبي
لتداعيات الحرب الأوكرانية. يمكن سعادة السفير ده كان في الأمس القريب، لكن خلينا نعمل كده نظرة بانورامية لآخر 10 سنوات ونقسم ملف أو ملف العلاقات الدولية لأماكن مختلفة. لو قلنا مثلا ملف الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ملف العلاقات المصرية الصينية، العلاقات المصرية الروسية، العلاقات المصرية الخليجية، العلاقات المصرية في أفريقيا، لو قسمناهم يمكن للعديد من الملفات نقدر نشوف الطفرة اللي حصلت والانفتاح على مختلف القوى، مع وضع في الاعتبار دايما السيادة المصرية ووجهة نظر صانع القرار في الأمن القومي المصري. نبتدي بملف زي ما حضرتك كنا بنتكلم، الحوض الشرقي للبحر المتوسط، اتفاقيات ترسيم حدود، وجود اكتشافات غاز، وجود مصر عضو في منتدى الغاز. يعني أعتقد الوضع كان بشكل، وإحنا كان عندنا أصلا مشكلة بترول، وكان عندنا مشكلة سداد ديوننا البترولية، تحولنا لأماكن منتجة، وكمان في نفس الوقت كمان بقى عندنا اكتشافات واستثمارات. طبعا يعني إحنا ما بننظر للسياسة الخارجية حاجة، بننظر للكل. فطبعا منطقة الشرق المتوسط، أما مصر نظرت إليها، هي نظرت إليها منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط. نعم. والشرق الأوسط، لكن بالنسبة تحديدا بالنسبة حضرتك للشرق المتوسط، مصر طرحت مبادرة في أكتوبر 2014 بمبادرة الشرق المتوسط. المبادرة دي كانت بتتلخص، هدفها بيتلخص في أنه نظرا للاكتشافات البترولية والغازية الكبيرة في شرق المتوسط، مصر أرادت أنه هذه الثروات تكون مدعاة للتعاون وليس مصدرا للصراع والمواجهات بين الدول. صحيح. وتطورت هذه المبادرة، المبادرة دي في البداية كانت ثلاثية، مصر واليونان وقبرص. ثم نمت وتطورت، اليوم في منظمة إقليمية لمنتدى غاز شرق المتوسط، والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال دولة مراقب، بتتمتع بصفة المراقب في هذه المنظمة. لكن في نفس الوقت في إطار هذه النظرة الكلية للاستراتيجية المصرية في هذه المنطقة الممتدة من البحر المتوسط إلى الحدود العراقية الإيرانية والخليج، رأينا أن مصر أيضا طرحت حضرتك في 2020 مبادرة حول التعاون الثلاثي. نعم. بين مصر والأردن والعراق، ودوت بينطلق من أنه الدول الثلاثة في تواصل جغرافي فيما بينهم. طب. ممكن يبقى في مشاريع للتكامل الاقتصادي، سواء في الربط الكهربائي أو في التجارة أو في حضرتك البنى التحتية، مسائل التشييد والإعمار. وكان وفي هذا الإطار عقد مؤتمر حوالين الدور اللي ممكن تلعبه شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري المصري في العراق. كما برضو المعركة الأخرى اللي هي وضع سوريا في الجامعة العربية، ووضع سوريا في العالم العربي، على ضوء أن سوريا كانت ضاحية للإرهاب ولتواطؤ بعض الدول بدون تسميتها وبعض القوى الدولية في دعم جماعة داعش الإرهابية في البداية. وبالمناسبة بالمناسبة وزير الخارجية الأمريكية بيقوم بزيارة للسعودية، ومن ضمن فعاليات الزيارة الاشتراك في مؤتمر التحالف الدولي لدحر داعش اللي كونته الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا إدارة الرئيس أوباما في عام 2014-2015. ومصر شريك، مصر عضو في هذا التحالف الدولي. صحيح.
فالقضايا كلها حضرتك متشابكة مترابطة، لكن وضع سوريا، سوريا رجعت نتيجة أن مصر ساهمت في بلورة إجماع عربي على ضرورة عودة سوريا. وعندما وعودة سوريا من وجهة نظر مصرية هي لا علاقة لها بالنظام الحكم أو بالحكومة في سوريا، سوريا كدولة. ودائما يعني يمكن أحد المبادئ الأساسية، بما أننا احنا بنتكلم على السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الماضية، أحد الطروحات المصرية الأساسية والمتكررة هو دعم الدولة الوطنية. صحيح. ويمكن هو ده المبدأ أو الهدف اللي انطلقت منه الدبلوماسية المصرية في تعاملاتها مع الدول الصديقة والدول المجاورة، وأيضا سواء كانت دول إقليمية أو عالمية. فكرة هو دعم مؤسسات الدول. دائما في الدول التي يكون فيها نوع من أنواع النزاع، دائما ما تتبنى مصر وجهة النظر التي تخرج من يعني قلب هذه الدولة، من أهل هذه الدولة تحديدا، لحل المشاكل فيها. وأبدا لم تتدخل مصر في يعني الشؤون الداخلية للدول، وتحترم سيادة الدول وحدود هذه الدول. يعني بنشكر حضرتك في النهاية. شكرا. سعادة السفير حسين هريدي، وزير مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا. كنت ضيف عزيز علينا دايما يا فندم. شكرا على الاستضافة. دايما بنستفيد من حضرتك. لا العفو يا فندم، العفو يا فندم. شكرا على الاستضافة يا فندم. شكرا سعادة السفير. مشاهدينا كنا موجودين مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، احمد عبد الصمد، هالة الحملاوي، وكنت معاكم منى الشرقاوي. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، وصباح الخير يا مصر.